صباح الهنا والرزق ومنتصف الاسبوع وعشر صبح في الاهلي، والنهارده اكيد معانا اخبار جديده خاصه كمان بالمونديال وايه المستجدات والفوز والخساره والتعليقات بتاعه مديرين الفنيين، يعني تفاصيل كتيره جدا اكيد هنتابعها مع حضراتكم على مدار الحلقه. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك يا هوندا، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله حلقه النهارده تكون يعني حلقه ممتعه لكل حضراتكم، ولا سيما ان احنا هنتكلم فيها كمان عن كتير من المستجدات، ويا مكتر مستجدات ويا مكتر مفاجآت المونديال حتى هذه اللحظة، وفي حاجات كتيرة كانت غير متوقعة حصلت وحاجات كانت متوقعة جدا ما حصلتش، أسماء غابت وأسماء حضرت، أسماء حضرت بقوة وأسماء حضورها كان باهت جدا. كل ده هنتكلم فيه مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة أكيد في الساعة الأولى، وكمان في فقرتنا الحوارية الأولى اللي هينورنا فيها الأستاذ محمد همام الناقد الرياضي، دي الفقرة الأولى. أما تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة فهتكون فقرة طبية وهينورنا من خلالها دكتور باهر السعيد. كل ده غير بقى أن احنا النهاردة عندنا كمان سؤال سوشيال ميديا مجهزينه كل حضراتكم. طيب احنا سؤالنا النهارده برضو عشان حضراتكم تبقوا متابعين معانا للسوشيال ميديا، بنتكلم مين هم من وجهه نظر حضراتكم يعني شايفينه اقوى منتخب في البطوله حتى هذه اللحظه. احنا سالنا السؤال ده في بدايه المونديال والتوقعات، مين يعني المنتخبات اللي البعض منكم شايفها ربما هي تكون الاكثر حظا ان هي تتاهل، لكن دلوقتي احنا بنسال سو فار مع الماتشات اللي احنا شفناها، مع الاداء اللي البعض كان عليه علامه استفهام لبعض المنتخبات، مع الاداء اللي المنتخبات الاخرى بصراحه ابهرتنا بيه، شايفين لحد دلوقتي مين هي اقوى المنتخبات حتى هذه اللحظه في البطوله؟ برضو هيبقى فيها كلام كتير، كل فتره كده ممكن نسال على فكره السؤال ده، لان يعني المونديال ده تحديدا متغيراته كتيره ومفيش فعلا صحيح توقعات فيه. لما تيجي تتكلم بجد من البدايه كده ايه بتقول ايه المنتخبات وايه الفاينل، مثلا كنا بنقول الارجنتين والبرتغال، دلوقتي ابعد خالص عن التوقع ده على فكره، مش هيحصل. ناس كانت بتقول لك انجلترا ممكن ان هي تشد حيلها يعني المونديال ده، برضو انجلترا يعني مع ايران يمكن اول ماتش شويه شدت حاجه بسيطه، بس بعد كده فعلا يعني التوقع العام ان هي ليست الافضل دايما في كاس العالم. على كل حال ابعتوا لنا خلونا نعرف راي حضراتكم، اكيد انا وكريم برضو ممكن نشارك راينا بس وقت السوشيال ميديا. صدق عندك حق ان احنا فعلا لو سالنا يعني كل اسبوع لو سالنا نفس السؤال غالبا هتلاقي الاجابه متغيره، لان فعلا مع كل ماتش بتشوفي حاجات في بعض الاحيان بجد مش متوقعه بالمره كنتيجه وحتى كاداء قوي لبعض المنتخبات، فاهمه ازاي؟ فادينا هنتابع مع حضراتكم عموما، ويوما بيوم ان شاء الله هنتكلم مع كل حضراتكم عن كل التفاصيل وكل اللقطات اللي تستحق التوقف عندها، وفي لقطه ينطبق عليها هذا الوصف. امبارح انا وانت اتكلمنا عن اللقطه دي، كنا انا وكريم برضو بنعيد كده شويه بنشوف افضل اللقطات، افضل الحاجات اللي احنا ممكن نعلق عليها في المونديال بجانب بقى يعني الماتشات نفسها، لا الحاجات اللي هي بتبقى لقطات التشجيع غيره. امبارح اتكلمنا سريعا عن اشرف حكيمي وقلنا قد ايه طبعا يعني لاعب منتخب المغرب، وقلنا قد ايه هذا الرجل او هذا اللاعب ليه يعني تاريخ من الكفاح حقيقي لازم الواحد يتقال عليه الشابو. هنتكلم كمان عن محمد قدوس لاعب منتخب غانا، عن رحله برضو الصعود، يعني صعود اللاعبين دول كان عن طريق مين يا كريم؟ كان عن طريق الام. شوفوا حضراتكم الدور اللي كانت الام بتلعبه مع الاثنين دول كان حاجه اكثر من رائعه. يعني خليني اقول لحضراتكم تصريحاتهم هم تحديدا. جه قال لك مثلا اشرف حكيمي ايه يا كريم؟ كان ليه تصريح قال لك لم اشعر بالخجل لأن والدي كان بائعا متجولا وأمي كانت خادمة. ده تصريح من أشرف حكيمي نفسه، الصورة دي اللي احنا عرضناها لحضراتكم امبارح وقلنا يعني بجد لقت استحسان عند كافة المشجعين. صحيح. مش بس العرب طبعا، كافة المشجعين، لأن هو كمان وهم بيحتفلوا أثناء احتفالات المغرب بعد الفوز راح وساب الناس كلها وطلع على المدرجات. صحيح. وقعد مع مامته وقبل راسها زي ما حضراتكم شايفين. قد إيه كمان أسرة أشرف حكيمي كانت أسرة مكافحة، هو اتولد في أسبانيا لكن هو يعني عاش بشكل متواضع جدا في البدايات بتاعته، اهله وباباه ومامته كانوا بيحاولوا يوفروا له هو واخواته افضل شيء في حدود الامكانيات بتاعتهم، لغايه لما بقى بيلعب في افضل نادي تقريبا يقال يعني في العالم. فرحلة كفاح، بس الواحد لما بيوصل لازم ان هو يفتكر الناس اللي وقفت جنبه، اهله الاهل هم دول اساس كل حاجه. فبجد قصه عجبتني. وكمان محمد قدوس يا كريم هو برده كان بيتكلم كده ان هم من بيع او من سوق بيع المواد الغذائيه في حته اسمها او منطقه اسمها نعمه الى التوهج مع نجوم غانا يعني في المونديال. برده محمد قدوس من الشخصيات برده اللي عندها نفس القصه تقريبا، السيده اللي هي والدته مريم سليمان
كانت دايما مؤمنه بيه، كانت دايما بتقول ان ابنها بيمتلك موهبه فذه يعني، وساب او زي ما اتقال كده تركت ليه الحريه كامله ان هو يحدد مصيره بعالم كره القدم، ورفضت كمان اجباره على مساعدتها في متجر البيع، بيع المواد الغذائيه ده اللي هو في مدينه نعمه. فيعني ناس لا بصراحه قصص الواحد يتعلم منها، نشوف كرة حلوة ونشوف ماتشات حلوة ونشوف منتخبات حلوة، بس نشوف قصص كمان ملهمة للعيبة كتيرة جدا، وكل مرة هنحاول ان احنا نسلط الضوء على نجوم مختلفين كمان. ويا له من إلهام، لان احنا بنتكلم على لقطة كده واحدة ممكن تبقى ما خدتش ثواني، ممكن يبقى ناس كتير ما وقفوش عندها، ولكن طبعا مش مصوري المونديال المحترفين اللي عارفين كويس قوي ياخدوا امتى اللقطة المناسبة في التوقيت المناسب تماما. يعني دايما هتلاقوا حضراتكم في قصص كفاح ونجاح معظم الناجحين في مجالات مختلفة رياضيا وفنيا وأدبيا وحتى سياسيا، وبالمناسبة حتى تجاريا، حتى كبار مليارديرات العالم هتلاقوا دايما أو على الأقل في أغلب الأحوال هتلاقوا في قواسم مشتركة. من أهم الثوابت دي ومن أهم القواسم المشتركة دي فكرة إن الظروف الحياتية والمعيشية اللي هم نشأوا واتولدوا فيها كانت في أفقر حال ممكن حد يتولد ويعيش فيه، ومع هذا عشان في إرادة وعشان في تحدي وعشان في مصنع وخط إنتاج للأبطال اسمها الأم، كما هو الحال في حالة أشرف حكيمي وفي حالة غير أشرف حكيمي، بس طبعا احنا وقفنا عند أشرف حكيمي عشان الحقيقة كانت فعلا لقطة مؤثرة جدا، إنسانية جدا، بليغة جدا، بتقول معاني وبتبعت رسائل في منتهى الأهمية للي يلقط الرسائل دي. ساب الدنيا وساب الاحتفالات وطلع جري عشان يترمي في حضن أمه ويهديها التيشيرت اللي كان لابسها في الماتش ده، حاجة محترمة. وده شخص يتقال عليه نجم اصيل يا نهاوند، عارفه لما تتصفي حد بالاصاله فهو شخص اصيل الحقيقه. بص انا بحب قوي النجاح بعد ما بيجي من تعب، يعني الواحد ممكن ان هو يحقق اللي هو عايزه بسرعه، بتحصل الحمد لله اوقات كتير بتنجح بسرعه، بس صدقوني الحاجه اللي هي بتيجي بعد معاناه، بعد اصرار، بعد خلاص في تفاني انا هوصل اللي انا عايزه ده لان انا استحق اوصل اللي انا عايزه ده، ساعتها بتبقى السعاده مختلفه تماما. لما يبقى المشوار صعب وبعدين توصل انا بشوف ان دي سعاده بتبقى اكتر، والنجاح بيبقى ليه ابريشيشن اكتر، بتقدر النجاح ده وبتبقى خايف ان انت يضيع منك فبتحافظ عليه بشكل اكبر بكتير. شفنا نجوم على الصعيد الثاني كانت ظروفهم على فكره او البيئيه او الباك جراوند بتاعهم كانوا جايين من يعني اسر معتدله جدا، ما كانش فيه صراعات، تلقوا افضل تعليم، ومش هقول اسامي بس هم طبعا مش محليين تحديدا بتكلم عنهم، بتكلم على لعيبه عالميه. فمن كتر ما حياتك سهله ووصلت للي انت عايزه وللنجوميه وللشهره قدرت بسهوله ان انت تخطف ده منك بالسلوكيات الغلط، بعدم التفاني، ما بقاش فيه احترافيه في الاداء خارج الملعب، فده اثر على مسيره لعيبه كتيره جدا. ممكن نعمل فقره كامله بقى بعد المونديال عن اللعيبه دي، وفي ناس راحت احترفت وما نجحتش لان كان في استهتار. يعني الموضوع كله ازاي انا لما بوصل بعد معاناه ان انا احافظ على ده شفناه في لعيبه كتير. لو هنتكلم بقى تحديدا بصراحه لعيبه عرب حاجه بجد يعني مدعوه للفخر. خلينا بقى نبدا مع حضراتكم ونتكلم عن المونديال. وكالعاده امبارح كمان انتهت خلاص المباريات، مباريات تحديدا الجوله الثانيه بالكامل، وبدات دلوقتي بنتكلم ملامح الصعود للدور ثمن النهائي، نهايه تبان بشكل كبير. كمان كان واضح اننا ممكن يعني جدا نكون على موعد مع ظهور اكتر بين فريق افريقي عربي في منافسات الدور ثمن النهائي. يعني لو بصينا كده نقول لماتشات امبارح تلاقي ان عندك الكاميرون رغم انها عملت ريمونتادا اعتقد هايله جدا امام صربيا وحولت تاخرها من 3-1 لتتعادل 3-3، بجد ماتش كان غريب يا كريم. طبعًا. يعني خاصه 1 الواحد بيقول خلاص بقى يعني حتى خلصة. لو جابوا جول تاني اوكي، لا اتعادلت. يعني كان في تالق كبير جدا من المهاجم كمان مهاجم الفريق أبو بكر، لكن يعني فرصها في التأهل أصبحت برضو شبه مستحيلة. ليه بقول كده؟ بقول علشان توصل هي محتاجة تكسب البرازيل، والبرازيل يعني ما أعتقدش أنه هو هيبقى ماتش سهل جدا، يعني أمر محتاج جيل تقيل عشان يقدر أنه هو يفوز بصراحة. فعلى كل حال هنشوف، لكن برضو ما فيش مستحيل في كرة القدم، كرة القدم كل يوم تثبت لنا ما فيش حاجة اسمها مستحيل. فحيبين هنشوف بالظبط الفرص عاملة إزاي، الأداء عامل إزاي، والنتيجة بالتالي عاملة إزاي. هو فعلا كان ماتش زي ما أنت بتقولي، فعلا كان ماتش غريب قوي، محدش كان يتوقع ان دي هتكون النهايه بتاعته. يعني ماتش صربيا ماتش حدوته، يعني فعلا حدوته لما تكون متقدم ب3 اهداف ومع نهايه اللقاء الفريق المنافس يحسم المباراه بالكامل بالتعادل، حاجه مش هينه. وعشان كده على فكره المدير الفني المنتخب الصربي قال بعد الماتش ان فريقه كان لازم يكون اكثر ذكاء للخروج بنتيجه ايجابيه من خلال مواجهته مع منتخب الكاميرون، وقال كمان ان غلطتين دفاعيتين كانوا هما سبب في حصول المنتخب الكاميروني على نقطه غاليه، وكمان قال ان ده ماتش يعني
كان ما كانش المفروض يحصل فيه اللي حصل، لكن بسبب الإرهاق وقلة التركيز جاء التعادل. بطبيعة الحال لازم يكون في شماعات تتعلق عليها الأخطاء، ولكن كانت حقيقة يعني حاجة مش متوقعة بالمرة فعلا. يمكن مع نهايات الشوط الأول ناس كتير تخيلت أن الماتش خلاص الموضوع انتهى، لكن لا، في كأس العالم مفيش حاجة انتهت غير مع صافرة النهاية. امبارح كمان يعني لو احنا نتكلم على سيرة أفريقيا، غانا بصراحة عملت ماتش عظيم جدا أمام كوريا الجنوبية، حققت مكسب فعلا، مكسب غالي زي ما بتقال أسعد. هو أفريقيا كلها نتكلم عن يعني 3-2 في واحدة من أجمل بجد ماتشات المونديال ومن أجمل ماتشات الفرق الإفريقية بقى في العموم لغاية دلوقتي. يعني الحقيقة تألق كمان كل نجوم غانا على رأسهم يعني نجم أياكس الهولندي محمد قدوس، لسه كنا بنتكلم عنه، اللي سجل هدفين في المباراة. وفرصة غانا كده لو هنتكلم أصبحت إن هي فرصة كبيرة في حالة الفوز في اللقاء طبعا القادم أو التعادل كمان مع منتخب أوروغواي في المباراة الثأرية. بقى هنا بيقول لك مباراة ثأرية يعني بلغتنا كده او بلغه كمان الارقام يعني، فهنشوف يعني خلينا كده هنتابع ايه اللي هيحصل بالظبط. بس في الاول وفي الاخر هي فعلا هتكون مباراه ثأريه، خلينا نعرف ايه اللي هيحصل بقى ونستمتع زي ما بيتقال في الاول وفي الاخر. يا كريم الواحد بيتفرج عشان يستمتع فعلا، الكوره حلوه تخليك بعد كده مش عايز تشوف كوره ثانيه يعني تقفلك خلاص. وان كانت دي مشكله على فكره اللي انت بتقوليها، دي مشكله الحقيقه، بس الواحد بيرجع يتاقلم برضه. الواحد فتره انعقاد اي نسخه من اي مونديال من المونديالات، لا الحقيقه بتكون فيه وجبه كرويه دسمه جدا، مرضيه جدا ومشبعه جدا، كل الناس بتستمتع طول يعني كل يوم من ايام المونديال، وخصوصا بقى لما يكون كل يوم فيه اربع ماتشات، يعني مفيش احلى من كده. بالمناسبه منتخب البرازيل واللي يعتبر واحد من اعرق المنتخبات اللي دايما بتشارك في كل نسخ المونديال تقريبا، من اكثر الدول، او ما اعتقدش ان في اي نسخه ما شاركتش فيها البرازيل. المهم خلينا نتكلم عن النسخة الحالية. منتخب البرازيل حسم تأهله لدور ال 16 بعد فوز صعب نسبيا على منتخب سويسرا بهدف دون مقابل، الهدف ده جه في الدقيقة 83. وبنقول فوز صعب والجملة دي غريبة، لأن المفروض لو هنتكلم على تاريخ المنتخبين، على خلفية وماضي المنتخبين، المفروض يكون الفوز سهل وبنتيجة أكبر وأعرض من كده بكتير، لكن هنقول ايه ده اللي حصل. كانت النتيجه 1-0. قبلها كان الغى الحكم السلفادوري هدف سجله اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقه رقم 64 بداعي التسلل، بعد طبعا ما رجعوا لتقنيه الفيديو. بكده حسم البرازيل التاهل. وبرضه بالمناسبه كمان نيمار ما قدرش انه يلعب الماتش ده كمان بسبب الاصابه في الكاحل، وطبعا ده افقدنا كتير من متعه المشاهده، لان احنا بنتكلم على لاعب يتقال عليه فنان استثنائي الحقيقة نيمار. بص، هي البرازيل بجد محققه رقم قياسي فيه، هنا بنتكلم كمان دور المجموعات بالمونديال. وانا عايزه اروح مع حضراتكم بقى كمان للتصريحات الخاصه بالمدير الفني طبعا تيتي. هو كان بيتكلم كده، هو قال اولا عبر عن رضاه مبدئيا على مستوى اللاعبين، قال عقب الفوز، لكن الفوز كان بصعوبه جدا على منتخب سويسرا بهدف دون مقابل. وعايز اقول لكم برده هو كان اضاف هنا، قال سعداء بالتاهل رغم ان الانتصار على سويسرا لم يكن سهلا، وهنفكر بجديه في المباراه المقبله امام الكاميرون. وتحدث مره اخرى عن صعوبه المباراه، يعني هو بياكد ان المباراه كانت صعبه، كان لديه مجموعه من اللاعبين المميزين في وسط الملعب، وايضا لاعبي الدفاع كانوا اقوياء في المباراة، وحارس المرمى كمان كان رائع جدا. هو بقى اتكلم كمان عن التبديل، لان هو الناس كتيرة انتقدت فكرة استبدال ألكساندرو. هو قال قمت بإخراجه كإجراء يعني احترازي، هو شعر بألم على مستوى الفخذ. بيبقى في حسابات مش بالضرورة تكون متشافة للناس، فنستغرب قوي من حاجة معينة ويتضح في الآخر ان وراها سبب مقنع ومنطقي. اكيد. وامبارح برضو الماتشات على فكره الحلوه اللي ممكن نتكلم عنها، يعني الماتش اللي اتلعب ما بين البرتغال واورجواي، البرتغال واورجواي كان ماتش بجد ناري بمعنى الكلمه لو احنا هنتكلم، لكن منتخب البرتغال قدر ان هو يحقق الفوز كان بهدفين عشان هنا يقدر برضو يحسم التاهل رسميا لدور ال 16 قبل خوض الجوله الثالثه للمجموعه. طيب احنا كده عندنا بقى مفروض بلغه الارقام او لحد دلوقتي الكونكلوجن، ثلاث منتخبات ضمنت التاهل بعد انتهاء مباريات الجوله التانية، عندك فرنسا والبرازيل والبرتغال سوفار، وثلاثة تقال بصراحة. طبعا. متوقع برضو إلى حد ما كان يعني من البداية. تعالي بقى نشوف وضعنا احنا ايه بقى كعرب وأفارقة في هذه النسخة من المونديال. تعالي نتكلم عن حسابات التأهل للمنتخبات العربية والإفريقية. طبعا أكيد المنتخب السعودي على رأس أولوياتنا، وفي حالة الفوز على المكسيك مباشرة تتأهل المملكة العربية السعودية إن شاء الله، أو التعادل بشرط فوز الأرجنتين على بولندا
بفارق هدفين او العكس. اما منتخب المغرب فطبعا زي ما قلنا لحضراتكم من خلال حلقتنا امبارح وسعدنا جدا طبعا كلنا بفوزه الغالي على بلجيكا، محتاج تعادل فقط مع كندا عشان يتاهل للدور الثاني. واخيرا منتخب السنغال النهارده ان شاء الله وتحديدا كمان ساعات قليله من الان عنده ماتش قوي جدا جدا امام الاكوادور، ومحتاج انه يكسب عشان يتاهل مع منتخب هولندا اللي متوقع انه يكسب قطر وبالتالي يتاهل كاول للمجموعه اللي هو فيها. والدنيا عماله تسخن اكتر واكتر والماتشات هتحلو. بص، في ماتشات بجد مهمه وفي ماتشات ثاريه وفي ماتشات ناريه، يعني النهارده كمان في مباراه قول عليها بقى اللي انت عايزه، يعني تقول عليها ناريه وات ايفر مش مهم، بس هي هتجمع بين ايران وامريكا الولايات المتحده الامريكيه. ايران احنا اتكلمنا في ده امبارح، هي بلغه الارقام محتاجه تعادل عشان ان هي تقدر توصل، امريكا لازم تكسب لان امريكا معاها برضو يعني نقطتين، ايران معاها ثلاث نقط، فاكيد المباراه دي هتبقى يعني او هتحظى بمتابعه كبيره جدا من كل بقى وسائل الاعلام. على الجانب الثاني كمان بتتكلم في نفس المجموعه، عندك مباراه انجلترا كريم وويلز، اعتقد يعني لا هنا بقى فوز انجلترا هيكون شبه مؤكد بقى، هنتكلم واقعي لا يعني مش حاجه مضمونه في كره القدم، بس ويلز ما اعتقدش انه هيبقى منافس لانجلترا قوي. اعتقد ان التاهل هيكون كمان للدور الثاني لحد ما مضمون مع احد المنتخبين بقى، بنتكلم يا هيكون ايران يا هيكون امريكا، هنشوف المباراه هتمشي ازاي، بس انا اتوقع ايران، اتوقع ده. بصي بالنسبه لانجلترا المنطق يقول اللي انت بتقوليه فعلا، ان غالبا هيكون الفوز من نصيب انجلترا، بس انا عن نفسي بعد الماتش اللي شفته لانجلترا وامريكا فقدت الثقه يعني بنسبه كبيره جدا في المنتخب الانجليزي وثقله. انا شفت امريكا كعبها اعلى بكتير في الماتش ده، ودي كانت حاجه بالنسبه لي غير متوقعه، فبالتالي مش عارف يعني ما تعرفيش، في دايما مساحه كافيه للمفاجآت. تعالوا بقى نطمن على، فاكرين حضراتكم مع بدايات او مع انطلاق فعاليات النسخه دي من المونديال كل الدنيا كانت بتتكلم على ان منتخب فرنسا تعرض لضربه قاسمه بغياب كريم بنزيما، وهي ضربه قاسمه الحقيقه ما نقدرش ننكر هذا الامر، بس تعالوا بقى نقول اخبار لطيفه تخصه، نطمن على حالته الصحيه اللي تم تداول اخبار عن قرب تعافيه بالفعل من الاصابه. قالت وسائل اعلام فرنسيه ان نجم المنتخب الفرنسي اللي كان تعرض لاصابه قبل المونديال وابعدته بالتالي عن المشاركه في منافسات كاس العالم حتى هذه اللحظه بيقترب حاليا من التعافي من اصابته بشكل اسرع بكثير مما كان متوقع، وقد ينضم نظريا ده اللي اتقال الى منتخب فرنسا في كاس العالم ليلحق بمنتخب بلاده في الادوار القادمه ويقدر يعني يشارك. وعشان كده كمان ديشامب قال انه لم يرغب في اخراجه من القائمه تحسبا لعودته في اي وقت لمساعده الفريق طبعا في الادوار المتقدمه. طبعا بكره كمان ان شاء الله في ماتش لفرنسا وهم داخلين وهيكون معاهم ست نقاط متصدرين لمجموعتهم بعد ما فازوا في اول ماتشين وتاهلوا رسميا لدور ال 16، برضو اكيد هيكون ماتش قوي ان شاء الله. اكيد، بس فكره برضو الاطمئنان عن كريم بنزيما امر مهم جدا طبعا. وفعلا ادى رسائل في البدايه كده بدايه المونديال لما تم اعلان اصابته ان هو مش هيشارك، ان الموضوع كان شويه مقلق للفرنسيين، حتى التوقعات اختلفت، دايما بيبقى في توقعات قبل اي مونديال كانت ناس بتقول لك لا فرنسا من المنتخبات الثقيله جدا اللي ربما لها حظ كبير، لكن مع غياب كريم بنزيما وكذا لعيب اخر وكذا لاعب اخر من كمان منتخبات مختلفه ابتدت المقاييس شويه او الحسابات تختلف، لان ده ما بيحصلش قوي في المونديالات عامه، يعني ما شفناش ده في روسيا، ما كانش في كم الغيابات لاسماء تقيله لمنتخباتها. المونديال ده هو للاسف اللي بيعاني من هذا الموضوع، فعشان كده الحسابات او القياسات كانت مختلفه. على كل حال من قطر خلينا نرجع شويه بقى لمصر، نروح للبطولات الدوليه اللي بتستضيفها مصر تحديدا. النهارده هتنطلق منافسات بطوله كاس رئيس الاتحاد الدولي للرمايه على هنا ميادين العاصمه الاداريه الجديده، واعتقد ان هي هتتسبب او هتكون يعني من النهارده لحد 4 ديسمبر، وهتحظى البطوله مفروض بحضور قوي جدا من مختلف انحاء العالم. بيشارك 140 رامي وراميه من 49 دوله، وطبعا ده بيكون في تنسيق مع اجهزه يعني الدوله المختلفه لخروج بقى البطوله بافضل صوره كالمعتاد، هنقول كالمعتاد الحمد لله لحد هذه اللحظه،
ما فيش بطولة دولية مصر يعني نظمتها إلا لما كانت فعلا يعني على نظام وعلى تنظيم أكثر من رائع وعلى صورة أكثر من رائعة. طيب إحنا مفروض إن إحنا عارفين برضو إن الاتحاد المصري للرماية واتكلمنا في ده كتير جدا بيسخر كل الإمكانيات عشان يستضيف هذه البطولة كمان على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية، والتأكيد أيضا على سمعتها الطيبة للاتحاد الدولي واللي المفروض ان هو بيسند ليها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة. نتمنى التنظيم يكون رائع ونتمنى النتيجة على الصعيد التالي تكون أكثر من رائعة لصالح طبعا مصر. هتبقى حلوة جدا لما تبقى الدولة المستضيفة هي الدولة مثلا الفائزة كمان، أكيد بيفرق. أكيد، وكمان هتستضيف مصر إن شاء الله منافسات البطولة الإفريقية لكرة السلة 3 في 3 خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر. هتقام الفعاليات في استاد القاهرة طبعا، وإن شاء الله تقام مباريات منتخبات الناشئين والناشئات تحت سن 17 سنة يومي 1 و2 ديسمبر، بينما ستقام مباريات الرجال والسيدات يومي 3 و4 ديسمبر. بالمناسبة بطولة إفريقيا هي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم 3-3 في العام القادم إن شاء الله، وهي جزء من الطريق إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أما بطل المسابقة اللي بتقام تحت سن 17 سنة فسيتأهل إلى كأس العالم تحت سن 18 سنة العام القادم إن شاء الله 2023. وكمان عايزين نقول إن منتخب مصر سبق وتوج ببطولة إفريقيا 3-3 سنة 2019 اللي أقيمت في ذلك الوقت في دولة أوغندا. إن شاء الله بنتمنى للمصريين والمصريات المشاركين في فعاليات هذه البطولة كل النجاح وكل التوفيق إن شاء الله. على فكرة أوغندا يعني ما تيجي كده تقول أوغندا الناس إيه ده، هت يعني بلد حلوة أو غيره. أنا رحت أوغندا على فكرة قبل كده بس كانت في زيارة رسمية. لا والله. رحت أوغندا ورحت غانا، رحنا كده لفينا. ما أعرفش أنت رحت الجزء ده من العالم. إيه الدنيا عاملة إزاي؟ لا كان حاجة رسمية، بس عايزة أقول لك والله الناس هناك، هتكلم عن الناس أولاً البلد يمكن يعني ما تكلمش عن دولة أوروبية أكيد يعني طبعًا. بس الطبيعة فيها حلوة جدا جدا، الناس طيبة جدا جدا فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل بجد والله العظيم. فلا أنا انبسطت يعني، أنا انبسطت رايح أوكي تشتغل، بس على الصعيد تاني أنا انبسطت جدا من الدول اللي عمري ما توقعت إن كنت لسه هقول لك صعب في دول صعب تسافريها غير لو في يعني أساينمنت ما أنت رايحة فيها، بس حلوة دي تجربة لطيفة. بقول لك المفاجآت حلوة، أنا أول مرة أعرف القصة دي دايما اللي أحلى. طيب كل اللي فات ده كان مش اكتر من مجرد فتح كلام، احنا مجرد فتحنا كلام واللي جاي يكون تاني ده اللي جاي حدوته، بس حضراتكم خليكم معانا فاصل ثم عوده. عوده لعشرة الصبح في الاهلي، اهلا بكم مره ثانيه. دلوقتي وخلال الدقائق القليله القادمه هتنضم لنا الزميله العزيزه مريم سميح اللي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره، عشان مشكوره هتعرفنا على كل المستجدات وكل التفاصيل الخاصه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروعه المختلفه. مريم صباح الفل عليك، اتفضلي. لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا هيكون معانا في هذه الجولة كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى. خلينا طبعا نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم طبعا، اللي أكيد عقب فوزه أو تأهله لنصف نهائي كأس مصر على حساب المقاولين العرب أول أمس الأحد، طبعا استأنفوا امبارح الفريق تدريباتهم صباح الاثنين، والنهاردة قرر الجهاز الفني برئاسة مستر مارسيل كولر انه هو يعني يعطي اللاعبين او يمنح اللاعبين اجازة لمدة 24 ساعة، راحة سلبية لمدة 24 ساعة على ان يستأنف المران ان شاء الله غدا في صباح الاربعاء. طبعا الحقيقة يعني يمكن عايزين نتكلم شوية عن تفاصيل المران امس الاثنين. الحقيقة ان كان في محاضرة فيديو قرر يعني مارسيل كولر انه هو قبل بدء المران الجماعي بشكل رسمي انه هو يعني يعطي اللاعبين محاضرة فيديو، ده طبعا لشرح بعض الأمور الفنية، وأكيد طبعا كان في طبعا بعض التدريبات، ولكن يعني كل الذين شاركوا أو اللاعيبة اللي شاركوا في مباراة المقاولين في كاس مصر الحقيقة أن هم خضعوا لتدريبات بدنية واستشفائية في الجيم، ده طبعا علشان يقلل عليهم الإجهاد اللي حصل، خاصة يعني زي ما احنا شفنا أن النادي الأهلي بعد انتهاء الوقت الأصلي الحقيقة أن هو لجأ لشوطين إضافيين ثم ركبوا
جولات الترجيح اللي فزنا فيها بنتيجة 4-3، وعلشان كده كان حابب ان هو يقلل عليهم الإجهاد اللي حصل خلال هذه المباراة. ايضا يعني يمكن ميشيل يانكن قرر ان هو يعني يعطي لكل حراس المرمى في الفريق برضو تدريبات بدنية مكثفة، يعني سواء محمد شناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي وحمزة علاء. الحقيقة ان كلهم خضعوا لتدريبات مكثفة امس في المران. كمان يعني بالنسبة لعمار حمدي، الحقيقة ان هو شارك في مران امس في التقسيمة اللي حصلت في نهاية المران او في نهاية فقرات المران، طبعا يعني على هامش المران الجماعي. والحقيقة ان دكتور احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي يعني اكد خلال تصريحات لي انه مشاركة عمار حمدي في هذه التقسيمة الحقيقة ان هي بداية او يعني خطوة جديدة في بداية مشوار عمار حمدي ان هو يكون موجود بشكل اساسي ورسمي خلال الفترة المقبلة في المران الجماعي بشكل اساسي مع بقية اللاعبين. طبعا يعني بكرة ان شاء الله هيستأنف اللعيبة مرانهم بشكل رسمي، ده طبعا استعدادا لملاقاة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل على استاد الاهلي والسلام، ده طبعا ضمن منافسات بطولة دوري رابطة الاندية المحترفة المصرية. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطولة يوم الجمعة إن شاء الله، أو في مباراة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل. ننتقل بقى يعني لقطاع الناشئين، يعني يمكن أهلي 2006 تعادل سلبيا أمس مع باترو جدة طبعا ضمن الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية. الحقيقة أن التعادل السلبي ده يمكن أهل النادي الأهلي أو رفع رصيده لثمان نقاط، ده طبعا يعني بعد الفوز في مباراتين، يعني أهلي 2006 فازوا في مباراتين وتعادلوا في مباراتين، وبهذا التعادل أمس مع باترو جدة بكده يكونوا رفعوا رصيدهم لثمان نقاط. ننتقل بقى لكل الأخبار المتعلقة بالفرق الرياضية المختلفة الأخرى، البداية طبعا مع سيدات طائرة الأهلي اللي قدروا أن هم يحققوا الفوز على نادي هليوبلس أمس في المباراة طبعا اللي جمعت الفريقين في على صالة الشهداء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ده طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة أن سيدات طائرة الأهلي قدروا أن هم يحققوا الفوز أو يسيطروا على المباراة كاملة في الثلاث أشواط وفازوا بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة مقابل لا شيء لنادي هليوبلس. يمكن أو أكيد يعني ثلاث أشواط كان الفوز حليف النادي الأهلي، الشوط الأول انتهى بنتيجة 25-12 والشوط الثاني 25-8 والشوط الثالث 25-17. وطبعا ضمن يعني هذه البطولة أو منافسات أيضا الدوري، ناشئات طائرة الأهلي تحت 14 سنة حققوا أيضا الفوز على نادي هليوبلس بنتيجة 3-0 وقدروا أن هم يحققوا طبعا العلامة الكاملة في الثلاث أشواط طبعا مقابل شوط نظيف لنادي هليوبلس. ننتقل بقى لرجال يد الاهلي اللي قدروا ايضا ان هم يحققوا الفوز على نادي هوليلودو بنتيجه 38-21، ده طبعا مساء امس او اللقاء اللي جمعهم امس في منافسات بطوله دوري المحترفين. النهايه بقى مع رجال سله الاهلي، الحقيقه ان رجال سله الاهلي يعني يمكن المدير الفني الاسباني جوستي بوش هيعود صباح غد الاربعاء الى مصر مره أخرى بعد طبعا حصوله على أجازة الاطمئنان على أسرته في أسبانيا. الحقيقة أنه هو كان يعني قرر أنه هو يمنح الفريق أجازة لمدة 6 أيام، ده طبعا عقب الفوز بدوري المرتبط للمحترفين طبعا واحتفال الفريق، أكيد احتفال كبير زي ما احنا شفنا. الحقيقة أنه عقب هذا الفوز على حساب طبعا الاتحاد السكندري زي ما احنا كلنا تابعنا، سواء يعني أكيد الفريق الأول لرجال كرة السلة وايضا فرق المرتبط، الحقيقه ان هو قرر ان هو يمنح اللاعبين اجازه 6 أيام متواصله، ودي الاجازه اللي هو قرر ان هو يسافر فيها، وان شاء الله بكره هيعود مره اخرى الى يعني مصر ويستأنف تدريبات بدءا بقى من يوم الخميس المقبل او بعد غد الخميس طبعا ان شاء الله، ده طبعا لاستعدادا لكل المباريات المقبله او كل التحديات المقبله خلال المرحله طبعا الجايه، لان في طبعا تحديات كبيره جدا بتنتظر طبعا رجال
خلال سلة الأهلي، سواء كاس مصر وكمان دوري السوبر وبطولة إفريقيا، وده طبعا أكيد اللي هيكون يعني يسبقه تدريبات مكثفة لفريق رجال سلة الأهلي. طبعا دي كانت كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، سواء طبعا الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى. بشكركم جدا، العودة ليكم مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك على التغطية دي، جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح. ودلوقتي بقى نروح مع حضراتكم لملف تاني خالص. نروح للعسل بقى. نروح للعسل كله. بصوا بقى، لا العسل بجد. التقرير جاء والفيديو جراف اللي جاي هنتكلم فيه، دايما كنا حريصين وقلنا لحضراتكم قبل كده ان احنا اي معلومه طبيه جديده تطرق ان احنا نقولها لحضراتكم. في بقى مفروض، ودي اخر حاجه اتعملت، اخر دراسه اتعملت، تقول لك ان العسل مهم جدا وكلنا محتاجين ان احنا يبقى في نظامنا الغذائي عسل، طبعا بنسب مختلفه، لان العسل برضو لو ما كانش طبيعي ولو كان في زياده في استخدامه ده ممكن طبعا يؤدي لزياده في الوزن. يعني عايزه اقول لك برضو من الدراسات اللي اتعملت، قال لك معلقه العسل الصغيره فيها 90 سعر حراري، انت محتاج معلقتين على الاقل في اليوم او معلقتين قول في اليوم، لكن لو زودت عن كده ربما ان هي يعني يبقى ليها ضرر. على ذكر بقى معلقه العسل دي، عايز اقول لك ان انا مؤخرا يعني من شهور، مش مثلا حتى من سنين، عرفت وللمره الاولى ان المفروض لما تيجي تفتحي برطمان العسل وتاخدي منه معلقه ما تبقاش معلقه اللي هي حديد او كذا، ما تبقى خشب او حد قال لك ممكن تبقى بلاستيك، لكن لو غير كده بيقول لك مش متاكد حاجات من كيميكلز في بعض يعني. ويقال ان انت لو ما عملتيش كده العسل البرطمان كله هيروح معناه، او الفايده اللي فيه هتروح لمجرد عدم استخدامك لمعلقه خشب. دي نقطه حلوه. وكمان العسل مفروض من اللي بيتقال ان هو بيحسن صحه القلب وبيظبط الكوليسترول وحاجات تانية كتيره جدا. سبحان الله، يعني كله فوائد، كله فوائد. بس في بقى ناس تقول لك انا عايز حاجه تعرفني العسل الطبيعي من العسل المغشوش. عايز بقى اقول لكم الاجابه ايه بقى، مفيش حد يقدر يعرف غير عن طريق المعمل ده، خدها مني بقى. مش كان حد بيقول باين مش عارف عصره ليمون ايه عليه تبين؟ ما دي بقى انا كنت عشان اعرف الكلام ده حقيقي ولا لا، لما كنا معانا فيديو كرافت انا دخلت قريت بقى. أوكي. قال لك علشان تعرف اذا كان العسل طبيعي او مغشوش ده مش هتعرف تعمله ابدا، لازم يكون في معمل، يعني عن طريقه معمليه هي اللي تاكد لك ده طبيعي ولا مغشوش. فاللي هو وعلى فكره برضو ناس تقول لك لو العسل فيه شمعه يبقى ده مش عارفه طبيعي. لا، موضوع مش كده خالص. انا فاهم ان يعني العلبه اللي فيها شمع دي اللي هي ده برنس العسل، يعني اللي هو والله ده اللي انا فاهمه فعلا، كنت فاكر اي نيفر نو، يعني ممكن يكون فعلا كده، بس ان انا حد يجي يقول لك ده عسل طبيعي مش عارفه جبلي مش عارفه حاجه يقول لك زي كده، ما نقدرش نعملها غير لو راح يعني كان في تحليل. بس على كل حال العسل مهم جدا طبعًا. لكن اي طبعًا. زياده في او اي زياده من اي حاجه يعني بتبقى مضره، فاللي عايز يخس بقى يبقى معلقه او اتنين، اللي عايز عادي او هو مش فارق معاه براحته. بس يعني برضو عشان تكتمل بقى منظومة الحياة الصحية، احنا دايما زي ما شفنا كده من خلال التقرير، هو العسل من الحاجات المهمة جدا، كمان التمرينات الرياضية، ودي من الحاجات اللطيفة الحقيقة في التقارير اللي دايما بنعرضها مع حضراتكم، لان احنا من خلالها بنشوف وبنتعرف على تمرينات سهلة وفي المتناول نقدر نعملها بمنتهى الأريحية في أي مكان وفي دقائق معدودة. كابتن حسام الفيل مدير جيم الرجال في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد هيكون منور الدنيا من خلال هذا التقرير، هنتابع معاكم ونرجع نكمل. صباح الرياضة والنشاط والحيوية. كتير مننا بيشتكي من تمرينات أسفل الظهر، بيحس بألم في أسفل الظهر، وده بيكون بسبب حاجات بنعملها في حياتنا اليومية هي اللي بتسبب الألام دي. مثلا بنقف لفترة طويلة جدا على رجلينا، كمان الوضعيات الجلوس اللي بالطريقة الغلط، اللي أنا بكونش فارد ظهري سواء أنا قاعد بستخدم أي أجهزة إلكترونية، كل دي عوامل بتسبب ألام في أسفل الظهر. كمان من ضمن الأسباب دي ضعف عضلات البطن اللي لها دور مهم جدا في تقوية عضلات الظهر، وكمان قلة ممارستنا للرياضة، التمرينات الرياضية بشكل عموما دي بالنسبة لها بتكون حاجة مهمة جدا، اللي هي بتحمي العمود الفقري بتاعك كله وبتقلل من الألام اللي احنا بنحس بيها في أسفل الظهر. تعالوا بينا النهاردة نعرف ازاي نعمل مجموعة تمارين واحنا في البيت تقدر تقللنا وتخفف من الألام اللي احنا بنحس بيها. أول تمرين هنعمله على الماتس تمرين الكات كامل، نفس البوزيشن كده، ببدأ أطلع بظهري فوق وأنا باخد نفسي وأنزل تاني، هنعمل 10 عدات نفس الوضعية دي، باخد نفس وأنا بطلع لفوق وأنزل أفضي النفس بالراحة. 2 3 4
هحاول اعمل التمرين ده 10 عدات. هناخد تمرين تاني، تمرين اللي هو البير دوج، برضو نفس البوزيشن اللي احنا كنا فيه، بس هحاول اطلع بايدين عكس رجلين، اطلع بايدي الشمال عكس رجلي، افرد وانزل تاني، واحد اثنين ثلاثة، حاول تفرد جسمك، أربعة خمسة ستة سبعة، والنفس شغال عادي ما بكتمش النفس، ثمانية تسعة عشر. بخلص برضو 10 عدات على الجنب التاني. هاخد تمرين وانا على ظهري بقى، knee to chest، بضم ركبتي على صدري واعمل هولد لمدة 30 ثانية، ورجلية التانية على الأرض. هتأكد ان ظهري يكون مفروض كله على الأرض، واثبت في نفس البوزيشن ده لمدة 30 ثانية. برضو هكررها مرة على الرجل اليمين ومرة على الرجل الشمال. هدخل على تمرين تاني، تمرين السوبر مان، بس هعمله بوضعية الهولد. هنزل على بطني، افرد دراعي قدام، احاول اطلع بايديا ورجلي الاثنين مع بعض، واعمل هولد وانزل تاني. نحاول نعمل 10 عدات، 3 4 5 6 7، ونكمل التمرين ده برضو 10 عدات. هندخل تمرين اخير، وده الاسترتش للباك اسمه تشايلد بوز. وانا بقعد كده احاول افرد دراعي وانزل في نفس البوزيشن ده، واتاكد ان ظهري كله يكون مفرود، واحاول اثبت بقى في نفس الوضعيه دي لمده دقيقه كامله. احس بشد في كل عضلات الظهر عندي. التمرين اللي احنا عملناه لكم النهارده، الهدف منها اللي هي بتقلل لك وبتخفف الالام اللي انت بتحس بيها اسفل الظهر. والنصيحه اللي احنا حابين نقدمها لكم في نهايه الحلقه النهارده، عشان تتجنب الالام اللي بتحصل لك في الظهر، حاول ان انت تمارس الرياضه. ممارستك للرياضه او التمرين الرياضيه هيقوي لك العضلات المحيطه بالعمود الفقري، كمان قوي عضلات البطن بتاعتك، بتشيل حمل كتير جدا من على الظهر بتاعك. نحاول على قد ما نقدر نعمل التمرين اللي احنا عملناه النهارده، النصائح اللي احنا بنقدمها لكم، ونشوفكم في حلقه تانيه جديده. طيب ده كان تقرير الفيتنس الخاص بحلقتنا النهارده. قبل ما نطلع الفاصل ده، عايزين نفكركم مره ثانيه بسؤال السوشيال ميديا. شايف مين اقوى منتخب حتى هذه اللحظه من وجهه نظر حضراتكم؟ طبعا ولو في حد كمان كان متوقع منتخب معين لحد دلوقتي هو صامد معاه، يعني توقعه لسه لحد دلوقتي تمام، برضو قولوا لنا لو الوضع كده او الكيس كده عندكم. وطبعا يعني سؤال السوشيال ميديا هيبقى بعد الفقره الاولى. هنروح فاصل سريع جدا دلوقتي ونرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم، والفقرة الأولى الحوارية، وهنتكلم فيها تحديدا عن ملف طبعا المونديال. النهاردة عندنا أربع مباريات كالعادة، بس أربع مباريات مهمة جدا، لأن صعب قوي أن أنت تتوقع بجد النتيجة من دلوقتي. يعني صعب أن أنت تقرأ المشهد من قبل المباراة، وربما حاجات كتيرة جدا تحصل. هتلاقي أن في ممكن يعني منتخبات فرصتها أن هي الأقرب، لكن النقاط بتاعتها أقل، حاجات زي كده. يعني خلينا نعرف بالظبط كل التفاصيل دي. بس على كل حال خلينا نرحب في البداية بالضيف العزيز الناقد الرياضي الاستاذ محمد همام. بونجور، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير صباح الكريم، صباح الخير على الساده مشاهدينا النادي الاهلي. منورنا ومنور حلقتنا النهارده. وزي ما نواند بتقول لك، احنا يعني فعلا عندنا حاجات كتير عايزين ندردش مع حضرتك فيها، وتعالى بعد اذنك نبتدي فعلا باللقاءات النهارده، وبعديها برضو عايزين نطمن منك كده على منتخباتنا العربيه، كل منتخب منهم على حده وضعه ايه حتى هذه اللحظه. بس تعالى نبتدي بماتشات النهارده. نبدا بايه بقى؟ يعني نبدا مثلا بايران مثلا وامريكا، يعني لان فرص مفروض ايران تكون افضل، لكن امريكا يقول لك هي الاقرب. ما تفهمش ازاي المجموعه طبعا من البدايه اصلا، بدايه قبل بدايه الجوله والمباريات في المجموعه دي بالتحديد، كان مجموعه متشابكه جدا، خصوصا الخلافات اللي ما بين المعروفه طبعا ما بين ايران وما بين امريكا. هي مباراه سياسيه رياضيه شويه، بس نتمنى ما نشوفش الجانب السياسي يعني النهارده. كان في قبل كده سنه 98 مونديال 98 مباراه ما بين امريكا وايران، وايران كسبت 2-1، وكانت بالنسبه لهم دي كانت اهم مباراه ليهم في المجموعات. هم وقتها خرجوا من دور المجموعات، لكن بالنسبه لهم كانت
اكن المباراه دي كانت بالنسبه لهم نهائي كاس عالم. المشهد بيتكرر تاني، والفرص عند المنتخب الايراني عندهم كذا طريق، اما تعادل او فوز طبعا، على عكس المنتخب الامريكي. اعتقد ان قوه المنتخب الامريكي في النسخه اللي حضرتك بتتكلم عليها كان نسبيا افضل، يعني اقل شويه من اللي احنا شفناه الموز، يعني النسخه صحيح دي. صحيح، في تالق امريكي ملحوظ. صحيح، لكن خبرة كروش في كاس العالم اكتر من نسخه مع منتخب ايران ومنتخب البرتغال. كمان التحول اللي ما بين المباراه الاولى للمنتخب الايراني في مع المنتخب الانجليزي، والفوز في مع ضد المنتخب الويلزي بالرغم الامكانيات المنتخب الويلزي، واكتر من لاعب بيلعب في البريمير ليج، وطبعا قياده طبعا اهمهم جارس بيل طبعا في الدوري الامريكي. لكن منتخب ايران قدر ان هو يحقق مفاجاه كبيره، مش بعيد ان هو النهارده يكون يقدر ان هو يكون منافس شرس للمنتخب الامريكي. المنتخب الامريكي عنده نجوم بلوزيتش طبعا، وعندهم يعني امكانيات، لكن النهارده احنا في البطوله دي شايفين مفاجات كتيره. وارد ان النهارده المنتخب الايراني يحقق مفاجاه ويتاهل للدور ال 16. هنشوف يعني هيبان، بس ناس كتير متوقعة ان ما اعتقدش ان هي تصمد امام امريكا. بس على كل حال انا رأيي من رأي حضرتك، انا اتوقع، ولسه كنا انا وكريم بنقول اصلا اتوقع ايران بصراحة. طيب نروح خلي قطر وهولندا دلوقتي، تعال نروح لويلز وانجلترا. الناس داخلة تقولك المباراة دي خلاص محسومة، اكيد اكيد لن تقارن ويلز بانجلترا، فرص انجلترا، او نقدر نقول انجلترا حاسمة التأهل اصلا. المنتخب الانجليزي رغم ان عنده نجوم، رغم ان في امكانيات كبيره للمنتخب الانجليزي عكس النسخ الاخيره، لكن منتخب نتائجه صعود وهبوط. جارس ساوثجيت قبل البطوله بيواجه يعني انتقادات كبيره، سواء من ناحيه الاختيارات، سواء حتى من بعد اليورو الاخير وخسارته لليورو، رغم ان كانت البطوله على ملعبهم، ولكن رغم من كده بيواجه انتقادات كبيره. المنتخب الانجليزي في المباراة الأولى قدر إن هو يعني يحقق نتيجة كبيرة، وبالرغم من كده ما قدرش إن هو يواصل تألقه وصعوده في مباراة أمريكا. منتخب ويلز ما عندوش غير النهارده فرصة الفوز، وده هيكون التفكير الأساسي عندهم. مباراة يعني زي ما بيقولوا كده مباراة بريطانية، يعني بالرغم يعني بنشوف منتخب إنجلترا ومنتخب ويلز الاثنين يعتبر جيران، لكن هيكون زي ما بيقولوا كده ديربي. إن النهارده ويلز النهارده نفسها او امنيتها ان هم يحققوا الفوز على المنتخب الاكبر في بريطانيا ومنتخب الانجليزي. بس مش حاسس ان المنتخب الانجليزي اداؤه نسبيا باهت بالمقارنه بادائه في كل النسخ اللي فاتت؟ شويه يعني مش حاسه اقل شويه؟ يعني طب يعني رغم من كده، يعني رغم من كده، رغم ان هو عنده نجوم، ولكن هو مش قادر ان هو يستفيد من النجوم اللي عنده، خصوصا خط الهجومي، يعني سواء نتكلم على هاري كين، ستيرلينج، ماونت، نتكلم على جريليش، نتكلم على امكانيات كبيره للمنتخب الانجليزي، لكن من رغم من كده بيواجه انتقادات كبيره، وزي ما ذكرت يعني. لكن ممكن نشوف في الادوار اللي جايه ممكن نشوف تغير شويه للمنتخب الانجليزي. زي ما بيقولوا المنتخب الانجليزي يعني شبه ان هو تقريبا ضمن الصعود، لكن احنا بنتكلم بقى دلوقتي مين اللي هيكون الاول والثاني، خصوصا اكيد تفكير المنتخب الانجليزي على الصداره علشان يهرب من المواجهات الكبيره في الدور 16. طيب تعال نروح للاكوادور والسنغال. صحيح، منتخب السنغال بالنسبه لنا كان مفاجاه في مباراه هولندا، كان يقدر ان هو يكسب، اتخطفوا من المنتخب الهولندي، لكن المنتخب السنغالي قدر ان هو يحقق فوز على المنتخب القطري في الجوله الثانيه. المنتخب السنغالي رغم ان غياب ساديو ماني، لكن الفريق يعتبر متماسك، وعندهم دافع ان هم عاوزين يحققوا حاجه لساديو ماني وللشعب السنغالي والجمهور السنغالي. المنتخب السنغالي النهارده برضو ما عندوش غير ان هو فرصه الفوز، على عكس المنتخب الاكوادور، يا اما تعادل يا اما فوز. غياب ساديو ماني في حد ذاته في رايك كان غياب قاتل للمنتخب ولا مشي الحال؟ بالتاكيد يعني انت شفنا الوضع ده يعني، وشفنا التاثير ده في المباراه الاولى. المنتخب السنغالي سيطر على الكوره، لكن كان الفعاليه الهجوميه كانت ضعيفه. الوضع اتغير شويه في الجوله الثانيه في مباراه المنتخب القطري. صحيح المنتخب القطري مش نفس المنتخب الهولندي ومش نفس الامكانيات، لكن يعني وقتها او في ظروف المباراه قدر ان هو يستغل المباراه دي المنتخب السنغالي. منتخب الاكوادور
منتخب بالنسبه لنا كان مفاجئ. بنتكلم على يعني لعيبه اشباه ان هم مش يعني من اللعيبه الاساسيه او النجوم في الـ في الـ في الـ في الامريكا اللاتينيه او في اوروبا. لكن بنشوف إينر فالنسيا يعني هداف البطوله مع كيليان امبابي، وبنشوف يعني ان المنتخب الاكوادوري بيحقق نتائج يعني مفاجاه برضو، ان هو يكسب المنتخب المستضيف في الاول ويتعادل مع المنتخب الهولندي، وكان قريب ممكن ان هو يكسب مباراه صعبه على المنتخب السنغالي، والكفه تعتبر متساويه 50-50. طيب قطر وهولندا مباراة تعتبر يعني محسومة تحصيل حاصل بالنسبة لقطر أكيد. للأسف على فكرة إن الواحد هنروح طبعا التفاصيل بتاعت المنتخبات العربية زي ما كريم كان بيقول، بس يعني ليه كده يعني؟ المنتخب القطري يعني كان فيه تصريح مهم شوية للمدرب سانشيز، قال إن الدوري بتاعنا مش دوري تنافسي. ولو نقارن شوية بين الدوري القطري والدوري السعودي مثلا، تشوف الامكانيات الكبيره للدوري السعودي في السنين الاخيره، وضم نجوم كبيره لكره حلوه بتتلعب. صحيح، مدرب كره سريعه كمان، مدرب هيرفي رينارد عمل منتخب رائع جدا، وده يعني مستمر بخلال الاتحاد السعودي جدد ثقه في هيرفي رينارد لحد 2027. يعني احنا بنتكلم لكاس العالم الجايه، فاستقرار في المنتخب السعودي نفس الوضع للمنتخب القطري، لكن احنا بنقول ان المنتخب القطري كان بالنسبه لنا شيء مفاجئ ان تكون بطل اسيا، وامكانيات كبيره توفرت للمنتخب القطري، معسكرات في فتره اخيره، بطولات دوليه شارك فيها. الخلل فين؟ العطل فين؟ في ناس كتير شافت ان قطر لم تحسن تجهيز منتخبها بنفس قدر يعني حسن تنظيمها للمونديال ذات نفسه، يعني ان هم عملوا حاجات كتير قوي وكانهم ما لحقوش بالمره يظبطوا المنتخب. تقول ايه للناس اللي بتقول كده او اللي شايفه كده؟ ممكن يكون من ناحيه الضغط على اللعيبه، برضو بطوله اول مره يشاركوا في كاس عالم على عكس المنتخب السعودي، يعني عندهم باع كبير في البطولات الدوليه وكاس العالم، دي نقطه برضو من النقط المهمه. لكن احنا بنتكلم ان المنتخب القطري بيتاسس يعني فتره، يعني بنوا منتخب، ولسه احنا بنشوف ان المنتخب القطري لسه يعني برضه يعني بيدعموا اكتر في الفتره اللي جايه من ناحيه الامكانيات برضه، سواء اللعيبه او سواء المدرب، برضه ما فيش برضه كلام ان المدرب ممكن يمشي او لا، ما فيش ضغط عليه، فواضح ان هم هيعتمدوا على المدرب الفتره اللي جايه، فهو في استقرار في المنتخب القطري. هنشوف الفتره اللي جايه هيتوضح ازاي، اذا كان السياسه هتستمر برضه من ناحيه الاعتماد على اللاعبين الشباب وبيكونوا فرق الشباب من ناحيه اكاديميه سباير اللي هم اعتمدوا عليها، ودي كانت النواه اللي هم يعني الاساسيه لتكوين المنتخب دلوقتي. وفي نفس الوقت هنشوف برضو اذا كان هيبتدوا يفكروا في هم يخرجوا لعيبه لدوريات اوروبا، او كمان هنشوف الدوري بتاعهم الفتره اللي جايه هيكون فيه تطوير اكتر عن الفتره الحاليه او السابقه. الفترة اللي جاية هتبين أكتر المنتخب القطري هيفكروا إزاي أو هيمشوا إزاي الفترة اللي جاية، على عكس المنتخب السعودي منتخب يعني رائع جدا، ومنتخب قدم كرة جميلة جدا. بالنسبة لي هم أهدروا فرصة في الجولة اللي فاتت إن هم فرصة الصعود، لكن قدامهم فرصة تانية مع المكسيك بقى مفروض. صحيح، عندهم فرصة تانية مع المنتخب المكسيكي. بالنسبة لي المنتخب المكسيكي يعني ظهر بمستوى يعني متواضع جدا عن النسخ الأخيرة، سواء في مباراة بولندا أو مباراة الأرجنتين. في نفس الوقت برضو المنتخب السعودي ميزته بيقدم كرة بيحسسك ان هو في اي وقت ممكن يسجل، وفي اي وقت ممكن يكسب، وفي اي وقت ان هو انت ما تفقدش الامل ان هو ايه يخسر او يتعادل حتى. طيب خلينا نروح كده بقى للدوحة مباشرة، وزميلنا العزيز هناك احمد عويس الناقد طبعا الرياضي. يا يعني مسيو عويس بونجور عليك في البداية. بونجور يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم. بونجور نهاوند بقى عشان يعني انا صباح الخير بس ليه انا مش بونجور زي نهاوند؟ انا نجمة سينما بقى. انا نجمة سينما وكريم بونجور. الخطوة الجاية اوعدك يا عويس والله مش بعيد. صباح الخير عليك. صباح الفل. ضيف العزيز محمد تمام. خلينا نقول ان انا امبارح قلت لكم انه النهارده عندنا ماتشين لماما افريكا، وان شاء الله الافارقة هيعملوا حاجات كويسة. كلامي اتحقق، الكاميرون حققت تعادل كبير مع صربيا 3-3. حصل. غانا حققت فوز على كوريا الجنوبيه بثلاث اهداف لهدفين. اصبح عند الفرق الافريقيه عندنا اربع فرق منتخبات افريقيه عندها امل في الصعود للدور الثاني. حلو. واعتقد ان دي المره الاولى اللي بيحصل في كاس العالم ده
ما شفناش ده قبل كده ان احنا عندنا الكاميرون عندها فرصه صعود. عندها مباراه صعبه امام البرازيل ولكن لسه الامال قائمه. المغرب قاب قوسين او ادنى من الصعود. غانا عندها فرصه كبيره للصعود. وعندنا السنغال النهارده مباراه الاكوادور لو كسبت هتوصل طبعا. ده املنا كلنا. امبارح المباريات المنتخبين الكبار في نهايه الجوله ونهايه اليوم البرتغال والبرازيل ضمنوا الصعود فاصبح عندنا ثلاثه من الكبار صعدوا البرازيل وفرنسا والبرتغال. اثنين ودعوا كندا وقطر ولسه باقي 27 منتخب يا جماعه عندهم فرصه الصعود للدور الثاني وده رقم مهول قبل الجوله الثالثه. يمكن همام يقدر يكمل على كلامي بعد كده انه عمرنا ما شفنا في كاس عالم انه الجوله الثالثه داخله وفي 27 منتخب لسه عندهم فرصه صعود صعبه جدا. يعني بتبقى كبير يعني الجوله الثالثه دي بنبقى داخلين وفي 7-8 منتخبات خلاص ضمنوا. المره دي الموضوع صعب والمباريات مش مضمونه وكل المباريات اللي الناس بتقول هي مباريات هتبقى سهله والمستوى الفني ضعيف بتشوف فيها اجمل كوره. يعني امبارح مباراتين واحده او 12 و3 العصر ماتش تربا والكاميرون كوريا وغانا 11 هدف في مباراتين. طيب. ده ارقام في كاس العالم ما بنسمعهاش خالص. فالحقيقه المباريات تزداد اثاره تزداد قوه لو عندكم اسئله بقى انا عندي بصراحه ابدا اتفضلي يا فندم. بص بقى يا عويس مبدئيا احنا خلينا نتكلم عن الاربع منتخبات افريقيه. اتكلمنا عن كاميرون المغرب غانا والسنغال. من وجهه نظرك من هم او من هي او من هو المنتخب الاقرب من الاربعه اللي احنا ذكرناهم ده دلوقتي صراحه؟ في فرص الصعود فرص الصعود رقم واحد المغرب لانه عنده مباراه سهله امام كندا عنده 4 نقط. رقم اثنين السنغال عنده مباراه متكافئه امام الاكوادور. تمام. رقم ثلاثة منتخب غانا لانه كسب مباراه وعنده 3 نقط. هيبقى المنتخب الاقل فرص للصعود منتخب الكاميرون لان عنده مباراه صعبه قوي قوي قدام البرازيل اللي ضمن الصعود. ومحتاج يكسب لانه عنده نقطه واحده. بقيه الفرق الحقيقه المنتخب الافريقي الخامس هو المنتخب التونسي. هو ما فقدش الامل على فكره في الصعود. هو عنده امل في الصعود ولكن الجوله دي هيلعب فرنسا وطبعا فرنسا هتلعب تقريبا. هو كان ديدي ديشامب حب يريح بعض النجوم. كيليان امبابي رفض الجلوس او ما يقال انه رفض لانه عايز يكمل ارقامه. هو دلوقتي احرز 7 اهداف في 200 وعايز يكمل ويفتح الارقام دي. فالحقيقه هتبقى مباراة صعبة شوية على المنتخب التونسي ولكن باللي بنشوفه البطولة مش حاجة صعبة. هو فعلا البطولة دي فعلا غير متوقعة إلى حد كبير. يعني الأرقام الصعود التأهل لا في حاجة زي ما أنت بتقول كده برضو غير مسبوقة يا أستاذ محمد. أول مرة تحصل تتكلم في 27 منتخب لسه فعلا. فلا دي حاجة. طب أنا عايز أسألك أنت بتشوف يا عويس دي حاجة كويسة ولا لا؟ وفي نفس الوقت لو كويسة طب ده راجع لإيه؟ إيه الأسباب إن إحنا نقول المونديال ده بيشهد ظروف استثنائية بهذا الشكل؟ عشان المونديال ده احنا بنلعب في نوفمبر. كل المونديالات السابقه كانت المونديالات بتتلعب في شهر 6 في نهايه الموسم الاوروبي في الكوره. فاللعيبه بتبقى رايحه وهي همدانه ومستواها خلاص وصل للتوب ليفل في نهايه الدوريات ولعب نهايه تشامبيونز ليج ولعب نهايه الدوري بتاعه فبيكون خلص اللي عنده فبيبقى عايز البطوله تخلص باي طريقه. المره دي انت احنا الناس رايحه في الاسبوع العاشر وال11 في الدوريات فلسه اللعيب بيبدا يعلى مستواه. فكل اللعيبه جايه وهي مستواها عالي جدا. وطبعا كلنا عارفين ان كل المنتخبات عندها نجوم محترفين. طبعا يعني المنتخبات الافريقيه ما فيهاش لعيبه كتير موجوده في افريقيا. حتى منتخب تونس ومنتخب المغرب اغلبهم محترفين في اوروبا. فعشان كده الدوريات مستمره. احنا الدوريات الاوروبيه فضلت مستمره لحد يوم 13 نوفمبر يعني قبل انطلاق المونديال باسبوع. صحيح. يعني رغم ده يا عويس كانوا اصلا في كتير جدا يعني منتخبات اوروبيه بتعترض لان انت دلوقتي بتعملها في ميعاد مش ميعادها وان لا انت كده بتضغطنا. يعني رغم النقطه اللي انت بتقولها هم ما كانوش شايفين ده بالعكس شايفينها ان هي حاجه ديس ادفانتج او حاجه سلبيه. يعني انا برضه انا بقول لك اهو وقبل نهايه البطوله وممكن تسجلوا الكلام ده عليا انه بعد نهايه البطوله دي الفيفا هيبدا يدرس اقامه البطوله في التوقيت ده طول الوقت لانه ما شفناش قبل كده هذا المستوى العالي من كره القدم في كاس عالم. مش 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 الفكره في التكافؤ. ما فيش مباراه الناس ضامنه ان هي هتخلص. مباراه البرتغال
وغانا لحد الدقيقة 96 الوقت الضايع حارس البرتغال غلط وكان منتخب غانا هيتعادل. صحيح. قيسي بقى على كده كوبا باستثناء المباراة الوحيدة اللي حسمت مبكرا جدا وكان فيها نتيجة كبيرة بين اسبانيا وكوستاريكا، ولكن بعد كده فاجئنا ان كوستاريكا اللي خسرت من اسبانيا 7 كسبت اليابان اللي كسبت المانيا. فالحقيقه كل الدنيا مش متفقه. عشان كده كل يوم بنقول ايه وتتوالى مفاجآت المونديال. انا عايز اسالك بقى واقف معاك يعني عند تفصيله كده صغيره كنا بندردش فيها انا ونهاوند من شويه مع استاذ همام. وقف تعالى نقف. يلا بس انا بالنسبه لي على القاعد عشان بس السن مش بتاع وقوف وكتر فرهده. كنا بنتكلم على تفصيله ليه علاقه بقطر ووجهه نظر ابتدت تتسمع باشكال ودرجات متفاوته من مصادر مختلفه، فكره ان قطر احسنت الاستعداد واحسنت التجهيز واستضافت الفعاليات لكنها لم تحسن بنفس القدر تجهيز منتخبها. انا عايز اسالك انت بحكم وجودك هناك يعني رجل الشارع القطري بيقول ايه؟ الاعلام الرياضي القطري بيقول ايه؟ لا هو بص خلينا بس عشان ده كلام لانه الناس مش متابعه المنتخب القطري. المنتخب القطري بطل اسيا، يعني المنتخب القطري بطل اسيا ولعب نهائي بطوله الكونكا كاف اللي هي امريكا الوسطى. المنتخب القطري استعد كويس جدا للبطوله، ولكن في خطا كبير حصل في استعداد المنتخب القطري. المنتخب ده بقاله 6 سنين في معسكرات، لما وصلوا للمنطقه اللي هم محتاجين الفريق يبقى فيها في التوب ليفل كان الفريق زهق. فاللعيبه تشبعوا يعني عايز تقول؟ تشبعوا وخلاص هم هينزلوا كاس العالم يعملوا كل حاجه فمعرفش يعملوا حاجه وخرجوا تماما من تركيزهم، وده شفناه في مباراه الاكوادور اول ما جه فيهم جول ما بقوش موجودين في الماتش. فعشان كده لا المنتخب القطري استعد كويس، والناس والمسؤولين والاعلام هنا عارفين هم استعدوا كويس لانه المنتخب ده صرف عليه ارقام كبيره جدا. يعني انا ممكن بكره اقول لكم الارقام اللي صرفت عليه والبطولات اللي شارك فيها منتخب قطر. شارك في بطوله الكونكاكاف، شارك في بطوله كوبا ليبرتادور، شارك في كل اسف بطوله ابطال في امريكا الجنوبيه، يعني شارك في البطولات الكبيره كلها. بطل اسيا عنده المعز علي هداف اسيا افضل لاعب في اسيا، عنده اكرم عفيف، عنده حسن هيدوس، عنده مجموعه كبيره جدا كريم بوضياف، لا نجوم كبار. والمنتخب ده لما خد كاس اسيا عمل 7 انتصارات متتاليه وفاز في النهائي على المنتخب الياباني 2-0 اللي المنتخب الياباني كسب منتخب المانيا بنفس الفرقه على فكره، وكسب المنتخب السعودي 2-0 اللي كسب الارجنتين. فالحقيقه بما الناس مش متابعه المنتخب القطري في استعداداته وبداياته لحد دلوقتي، عشان كده ما حدش كله جه عند نقطه الهزيمه من الاكوادور ثم الهزيمه من السنغال. لا، الهزيمه من الاكوادور والهزيمه من السنغال دول اخر نقطه وصل لها المنتخب القطري، وعشان كده كل الناس بتقول لا اصل ما استعدوا دفعوا فلوس كتير في البنيه التحتيه وفي الاستعدادات للبطوله وما استعدوش كويس للكوره. لا استعدوا كويس للكوره، بس هي الكوره في الاخر 90 دقيقه مين موفق ومين مش موفق، هي كده. صحيح، عندك حق. طيب يعني قبل استاذ محمد اي سؤال للدوحه لو حابب تستفسر اي حاجه من زميلنا عويس لو حابب تساله. منتخب السنغال يعني يقدر النهارده يوصل ويصعد ولا لا؟ النقطه الثانيه منتخب القطر هيدخل الماتش ده ازاي؟ يعني هيحاول ان هم يردوا نفسيه يعني هيحاول يردوا شويه، وخصوصا الجمهور القطري كان يعني في انهزاميه شويه يعني يعني في يعني بيحاول النهارده هيحاول يردوا شويه ويقفوا ويصمدوا قدام المنتخب الهولندي. والمباراة الأهم منتخب مباراة إيران وأمريكا، مين يكون الطرف الأقوى فيها؟ أنا وجهة نظري برشح المنتخب السنغالي ومنتخب الهولندي للصعود من المجموعة الأولى، المنتخب الإنجليزي ومنتخب الإيراني من المجموعة الثانية، وأتمنى المنتخب القطري يقدر النهارده يقدم صورة للمنتخب لمستوى المنتخب القطري الحقيقي اللي ما حدش شافه لحد دلوقتي، ويقدر حتى لو إنه خرج من البطولة رسميا ولكن ممكن يقدم صوره ويعمل مفاجاه ويكسب او يتعادل مع المنتخب الهولندي ويختم البطوله مشاركته الاولى في البطوله باداء يرضي جماهيره ويرضي يبقى الناس. خروج مشرف على الاقل ويبقى خروج مشرف يعني تعاون مشاركه ليه يبقى عمل حاجه. اعتقد مباراه ايران وامريكا هي مباراه هتبقى العالم كله واقف مستنيها، وانا وجهه نظري ان شاء الله المنتخب الايراني هيقدر يحقق الفوز ويوصل او على الاقل التعادل، لان منتخب امريكا عنده نقطتين فمحتاج يكسب او يتعادل. المباراه الثانيه ويز وانجلترا اعتقد المنتخب الانجليزي فرصه اكبر في تحقيق الفوز وصداره المجموعه. كويس جدا. طيب عويس ايه الماتشات اللي انت النهارده هتتابعها يعني توقعاتك برضو؟ هو انا هحضر هولندا وقطر في الملعب وهيتلعب في نفس التوقيت
التوقيت الاكوادور والسنغال، اتوقع فوز السنغال على الاكوادور وتعادل او فوز هولندا على قطر، المباريات الثانيه فوز انجلترا على ويلز وفوز او تعادل ايران مع امريكا. حلو، رائع جدا، مشكورك جدا، واكيد تغطيتنا مستمره مع زميلنا العزيز من الدوحه مباشره احمد عويس الناقد الرياضي. شكرا ليك. حاجه جميله ان انت تقدر تحضر اكتر من ماتش في كاس عالم في نفس اليوم، وده اوبشن ما بيحصلش في يعني في نسخ كتير من المونديال الحقيقه. كان كلام فعلا قبل بدايه البطوله قال لك ان يعني الميزه في النسخه دي ان الملاعب كلها جنب بعض، في نفس الوقت موفرين مواصلات سواء كان مترو جديد اللي اتعمل او الخطوط اللي من ناحيه بقيه المواصلات، مقربين الملاعب كلها من بعض، ودي يديك فرصه انك تتابع اكتر من مباراه في نفس اليوم. ونسخه يعني بالنسبه لي انا افضل نسخه تابعتها لكاس عالم من النسخ الاخيره، سواء مباريات سواء تنظيم وسواء منتخبات احنا كنا شايفينها ان هي ممكن تدخل دخول مشرف، لا قدرت ان هي تحقق نتائج وتحقق مستوى قدام كبار العالم. كويس جدا. طيب نكمل في الماتشات النهارده ولا نروح لنقطه بعض اللعيبه وفكره هنا برضو التنافسيه الشديده ما بين بعض النجوم الكبيره اللي اسمائها كبيره، وقلنا الكلام ده قبل كده ليفاندوفسكي ميسي وكريستيانو، الثلاثه دول ليه بنقعد نذكرهم؟ لان ده اللاست مونديال او المونديال الاخير بالنسبه لهم، فانت ما تعرفش حتى اجواء المونديال الجاي مين هتبقى النجوم، يعني دايما المونديال بيبقى حلو بالنجوم البارزه بتاعته، تقول انا عايز اشوف كريستيانو مع البرتغال هيعمل ميسي مع الارجنتين هكذا، فالمونديال الجاي ربما هيظهر خلال بقى الكام سنه دول نجوم ثانيه نقدر ان احنا نستمتع بيهم مع منتخباتهم في المونديال، او هيبقى مونديال باي ذا واي ممل يو نيفر نو يعني بجد، لان النجوم راحوا خلاص او بيروحوا. فبتتوقع برضو كل واحد من النجوم دي ازاي ممكن ان هو يكون عنده الشغف، ازاي ممكن يكون هو حلمه ان هو يفوز مع المنتخب بتاعه، مين اكتر واحد من التلاته اللي انا ذكرتهم فرصته مع المنتخب بتاعه اكتر او اكبر؟ بدايه طبعا من كريستيانو، صعد وضمن الصعود رسمي مع منتخب البرتغال، في ليونيل ميسي طبعا وليفاندوفسكي. ليونيل ميسي منتخب الارجنتين رغم ان هو بطل كوبا امريكا لكن ظهر ليس الافضل هذه النسخه، ظهر بمستوى يعني باهت شويه خصوصا مباراه المكسيك كانوا ممكن يتعادلوا ويودعوا من البطوله. مباراه بولندا هتكون مباراه صعبه لان المنتخب البولندي لسه ما ضمنش الصعود بالزبط. وبالتالي ان هتكون يعني مباراه يعني زي ما بيقولوا كده يعني كفتها يعني متساويه ما بين المنتخب البولندي والمنتخب الارجنتيني، وارجح شويه المنتخب البولندي ان هو ممكن يكون يحقق المفاجاه ويتصدر المجموعه، واتمنى ان المنتخب السعودي يستغل النقطه دي ويضمن الفرصه ويصعد، اتمنى طبعا. في نفس الوقت لو هنتكلم عن النجوم احنا شايفين ان كيليان امبابي بيحقق ارقام قياسيه بالنسبه لسنه، قدر ان هو يجيب 7 اهداف وبيتمنى ان هو حتى يشارك في مباراه تونس بالرغم ان هي مباراه بالنسبه لمنتخب فرنسا تحصيل حاصل، لكن يتمنى ان هو يشارك علشان يزود عدد اهدافه ويحاول ان هو يقرب من كلوزا صاحب 16 هدف وهو المتصدر الهدافي للمونديال، وبالتالي كمان ان مبابي لسه بالنسبه لسنه عنده فرصه ان هو يشارك في النسخ اللي جايه. فمبابي بالنسبه لي هيكون الكلام هيكون عليه الكتير جدا السنين اللي جايه، وبرده في نفس الوقت احنا بنتكلم على وجود هالاند مع مانشستر سيتي، لكن بنشوف منتخب النرويج مش بنفس قوه المنتخب الفرنسي، فاكيد هنشوف نجوم هيظهروا في السنين اللي جايه. لكن لمحت حد منهم يعني رجوعا لسؤالنا هوند لحضرتك، فعلا بعد رحيل الاسماء الاثقل والاكثر شهره والاكثر جذبا للمشاهده والمتابعه بطبيعه الحال بخلاف مبابي، يعني هل النجوم المستقبليين اللي هوند كانت بتسالك عليهم دول لمحت انت شخصيا حد منهم في النسخه دي من المونديال؟ حطيت عينك على حد وقلت ده هيكون مثلا واحد من المع نجوم المونديال القادم؟ هو في ابتدى شويه مع فرقهم وابتدى دلوقتي مع المنتخبات، مش مع المنتخبات ومع فرقهم، مع فرقهم ومع منتخبات. بنتكلم مثلا على فينيسيوس جونيور مع البرازيل ومع ريال مدريد، يعني قدر يجيب دوري ابطال اوروبا وفي نفس الوقت مع المنتخب البرازيلي بيحقق مستوى كويس جدا ونتائج وبيقود بلاده لوصول دور 16، وليه لا ممكن احنا انا بالنسبه لي برشح منتخب البرازيل يقدر ان هو يحقق المونديال النسخه دي. ففينيسيوس بيحقق يعني بيحقق مستوى بيعمل مستوى كويس جدا جدا، ومع امبابي بنشوف زي ما انا ذكرت هالاند
بنشوف يعني هم دول الابرز اللي طب دلوقتي. نيمار وضعه ايه وبعد الاصابه كمان اللي كانت في الماتش الاخير، هل في اي مستجدات في حالته؟ نيمار هو الكلام ان هو هيبتدي ان هو الكلام على دور 16، هو طبعا فرصه في دور المجموعات خلاص انتهت مع مباراه، سواء كانت مباراه سويسرا امبارح او مباراه الكاميرون اللي جايه، الكلام على مباراه دور 16. لكن يعني ده شيء متوقع من نيمار، اصاباته اصلا كتيره جدا جدا سواء كانت مع باريس وشفناها دلوقتي هو مع في حاجه عن نيمار ما اعرفش تعرفها ولا لا، هو عنده اخته بيحبها جدا، اخته الصغيره، صحيح. وكل عيد ميلاد لاخته الصغيره بيتصاب، فهم دايما يقولوا لك الاصابه السنويه بتاعه نيمار، صح. هل ما يمكن عيد ميلادها احنا مش عارفين. هو اصاباته كتيره، ودي نتيجه برضو ان هو يعني مهمل شويه، ان احنا بنتكلم يعني ان هو يعني نيمار عنده موهبه، لكن الموهبه مش لوحدها كفايه طبعا. انت بتتكلم على ان هو انت المفروض تكون ملتزم على قد ما تقدر، اللعب اللي هو الثقافه الاحترافيه عنده شويه مش موجوده قوي كلايف ستايل، دي حقيقه اكيد. يعني احنا بنشوف مثلا ابرز مثال مثلا ونموذج يعني احنا شايفينه كريستيانو رونالدو مثلا، حتى ليونيل ميسي الصارم. حتى ليونيل ميسي فعلا. يعني اثنين نموذجين احنا مش هنشوف، صعب ان احنا هنشوف اثنين هيتكرروا في الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم زي ما ذكرت مبابيه مثلا او هالاند، لكن بالنسبه لكريستيانو دول تفكير تاني. سواء ملعب او بره الملعب حاجه تانية خالص. بس بالمناسبه يعني على ذكر الموهبه الاستثنائيه وعلى ذكر منتخب البرازيل، هل انت زي حالتي حاسس ان جماليات الاداء البرازيلي قلل؟ قلل فعلا، لكن احنا لما نيجي نشوف السكواد في المنتخب البرازيلي عندهم منتخب تقيل جدا، احنا بنتكلم ان في الخط الهجومي مثلا بنتكلم على فينيسيوس، بنتكلم على بعيدا عن ثقل الاسماء، انا بكلمك على التاتشات البرازيليه المعهوده اللي طول عمرنا حبينا الكوره البرازيليه، صحيح. عشانها لعب الحواري ده اللي بقصده، صحيح. اكتر يعني انا قلل شويه عن اجيال سابقه اكيد طبعا، احنا بنتكلم ان يعني الجيل مثلا بتاع 2002 والاجيال اللي قبل كده والقبل كده اكيد طبعا ان الكواليتي ممكن يكون من ناحيه المهاره قليله عن الاجيال السابقه، لكن احنا بنيجي نشوف ونقارن ما بين المنتخبات المنافسه او حتى عموما هم عندهم الجوده وعندهم المستوى عالي، واحنا بنشوف كده. يعني احنا بنشوف ان المنتخب البرازيلي عنده في المركز ما بين من اول حراسه المرمى لحد الهجوم عندهم بدل واحد اثنين وثلاثة. فالمنتخب البرازيلي بالنسبة لي أنا شايفه من في الفترة الحالية أو في البطولة عموما النسخة دي برشحهم إن هم هيكونوا في المنتخب الرئيسي أو الأبرز أو الأول اللي هو هيكون متوج لكأس العالم النسخة دي. رائع جدا. طيب أنا يعني فاضل معايا أنا وكلمت تقريبا 3 دقايق على الفقرة دي، هروح وسؤال صريح يعني منتهى الصراحة من غير ما نجامل حد. دلوقتي من المنتخبات العربية الأقرب للتأهل هي بتتكلم عندك المغرب والسعودية، لو أنا اخترت ما بين المغرب والسعودية، هم مش مع بعض بس أنا بتكلم إن جنرال، مين فرصته أقوى؟ طبعا المنتخب المغربي طبعا. المغربي طبعا يعني مع حتى رينارد دلوقتي والسعوديه وما قدم على الارض، شايف برضو ان المغرب ربما أكثر. اكيد احنا بنتكلم على ارض الواقع دلوقتي، وفي نفس الوقت بنتكلم يعني من ناحيه المنافسين كمان، المنتخب المغربي عنده كذا حل، وفي نفس الوقت بيلعب المنتخب الكندي، المنتخب الكندي في برضه ظهور اول زي المنتخب القطري، بنتكلم ان يعني عنده كذا فرصه، المجموعات برضه فرقت في اعطاء الفرص، صحيح. للمنتخبات يعني العربيه عنده اكتر من فرصه المنتخب المغربي سواء تعادل او فوز، مع ان انا برشح إن طبعا ان هم هيكسبوا مباراه كندا، واكيد تفكير المنتخب المغربي في الصداره علشان برضه ما يحاولش يواجه منتخب اسبانيا في دور ال 16، مع طبعا اكيد طبعا المنتخب الاسباني ضمن صداره مجموعته، ففي نفس الوقت المنتخب المغربي عنده الطرف الاقوى ان هو يتاهل. المنتخب السعودي يعني لو هنتكلم عموما على المنتخبات العربيه فبعد المنتخب المغربي هو المنتخب السعودي. طبعا منتخب قطر ودع، منتخب تونس بالنسبه لي خلاص يعني شبه ان هو ودع برضه، فرصه يعني قليله جدا جدا صعب بصراحه، صعب خلاص. فهو المنتخب اللي بعد المنتخب اللي زي ما ذكرت المغرب هو السعوديه. لكن انت عموما يعني في ضوء مشاهداتك السابقه للمونديالات السابقه وفي ضوء متابعتك الحاليه للمونديال الحالي، نقدر نقول ان منتخبات العالم العربي ومنتخبات افريقيا بياخدوا خطوات بطيئه نسبيا بس بيقربوا شويه من فكره ان هم يوصلوا لادوار ما كانوش بيوصلوا لها في نسخ سابقه ده ان كانوا شاركوا قبل كده اصلا فيها؟ على سبيل المثال مثلا منتخب المغرب، يعني منتخب المغرب خلال مشاركاته يعني ما صعدش دور 16 غير مره واحده نسخه 86، فيعني بنتكلم ان هو فرصته اكبر ان هو يصعد النسخه دي. طب وليه ده الوضع افريقيا وعربيا في المونديال؟
المنتخبات الافريقيه عاده بتعاني من مشاكل بخلاف يعني من دون ذكر اسباب كثيره. مثلا احنا بنتكلم مثلا منتخب الكاميرون مثلا، بالرغم ان منتخب الكاميرون يعني امبارح شفناه متعادل مع صربيا 3-3 وفي مستوى وكده، ولكن احنا بنشوف قبل المباراه بساعات قليله مشكله ما بين اونانا وما بين سونج مدرب المنتخب، واستبعاد من القائمه واستبعاد من البطوله. على يعني دي نقطه ومثال بسيط احنا شفناها كتير مع منتخبات كتيره سواء عربيه او افريقيه. فبالتالي المنتخبات الافريقيه بالرغم ان عندها امكانيات من ناحيه اللعيبه بتلعب في دوريات اوروبا وبتلعب ممكن في اكبر انديه اوروبا، لكن بالرغم من كده شفنا ان مستوى باهت ومستوى ونتائج ضعيفه جدا المنتخبات سواء كانت عربيه او افريقيه. لكن النسخه دي ممكن نشوف شويه منتخب المغرب ومنتخب غانا عنده فرصه ان هو يصعد دور ال 16، وفي نفس الوقت منتخب غانا المره دي عندهم لعيبه يعني بيشاركوا في المونديال كانوا ممكن يشاركوا في مع منتخباتهم الاوروبيه، ولكن اختاروا منتخب غانا. احنا بنتكلم مثلا على ساليسو المدافع اللي سجل الهدف الاول لمنتخب غانا امبارح، بنتكلم على انياكي ويليامز لاعب اتلتيك بيلباو، بنتكلم على طاري لامبتي لاعب برايتون، لعيبه اختارت منتخب غانا. فمنتخب غانا بيتكون ومنتخب يعني شايف ان هو السنين اللي جايه هيرجع تاني يعني. هيرجع تاني من ضمن الكبار افريقيا. فبنتكلم يعني سواء منتخب بالنسبه لي في افريقيا مغرب وغانا. جميل رائع جدا استاذ محمد همام الناقد الرياضي، نورتنا حقيقي يا فندم. شكرا لحضرتك استاذ انا ونورك يا استاذ كريم. شكرا نورتنا واسعدتنا بوجودك، وان شاء الله نلتقي على خير مرات ومرات باذن الله. هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع بقى عشان نعرف توقعات حضراتكم ايه ردا على سؤال السوشيال ميديا الخاصه بحلقتنا النهارده. خليكم معانا. عوده لي 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكم مره ثانيه. ودلوقتي بقى نبتدي نقرا تعليقات حضراتكم وتوقعات حضراتكم للمربع الذهبي، هيضم اسماء انهي اربع منتخبات؟ وزي ما توقعنا تقريبا على الاقل ثلاثه منهم شبه ثابتين في معظم. بس مش المربع الذهبي، او ممكن المربع الذهبي مين المنتخبات اللي بعد نهايه الجوله الثانيه شايف ان هو اقوى منتخب في البطوله حتى الان يعني. اوكي نبدا بابرز المعجبين. كريم عمار قال البرازيلي، منتخب برازيلي والفرنسي والبرتغال مع اسبانيا دول المفروض ان هم هيكونوا في المربع الذهبي من وجهه نظره يعني. مصطفى داوود صباح الجمال عليكم، بالترتيب البرازيل، فرنسا، اسبانيا، انجلترا، البرتغال. الدولي بيقول اتمنى البرتغال تكسب البطوله عشان كريستيانو. ناس كتير على فكره كانت قايله كده اصلا برضه. هيبقى برضه خير الختام لمسيرته. يستحق على فكره طبعًا هذه النهايه بصراحه كريستيانو. لا يعني مش فكره ان تحبه او تكرهه، هو لاعب قضى حياته طبعًا كلها متفاني طبعًا او في تفاني ليه كره القدم بصراحه يستحقها يعني. بس يعني يصعب عليكي ميسي بقى لو كريستيانو اللي فاز بالبطوله مع منتخب بلده ولا العكس؟ اقول لك على حاجه، الوضع دلوقتي سيء لكريستيانو، فهيبقى سيء مع النادي وهيبقى سيء في كاس العالم مش تبقى حلو، لكن ميسي يعني كويس بتهيألي مع بي اس جي سو فار يعني. صحيح. طارق صادق بيقول صباح الخير على احلى كريم والنهاوند في الدنيا، اقوى منتخب في البطوله منتخب البرازيل ثم فرنسا، واتوقع ان تحصل البرازيل على البطوله. بص البرازيل فعلا انا برضو من التوقعات بتاعتي يعني اللي انا مايله شويه سو فار، برضو سو فار ما تقدرش يعني تتوقع اللي قادم، بس البرازيل عامله شغل محترم جدا في المونديال. فرنسا كانت برضو من المنتخبات المتوقعه جدا كمان بدايه المونديال، لكن مع زي ما قلنا الاخبار عن كريم بنزيما وغيره من اللعيبه الثقيله ان هي كانت في غيابات، الناس كانت مقلقه شويه، بس انا بشوف فرنسا ما حسستناش ان في غياب لنجوم تقال عن ده. دي حقيقة. كمان لعادل صباح الخير، من وجهة نظري شايف أقوى منتخب هو فرنسا والسلطان كوستاريكا البرازيل والبرتغال وفرنسا. أسامة عصام الطهطاوي بيصبح علينا وبيقول أنا شايف أن أقوى منتخب لحد الآن في كأس العالم هو منتخب البرازيل والبرتغال. محمد أحمد عبد العظيم بيقول بالترتيب البرازيل، أسبانيا، فرنسا، ممكن البرتغال وهولندا. رجب عبده بيتكلم ان البرازيل، محمد صبرا البرازيل، فرنسا نهائي. حلو التوقع ده برضه ممكن على فكره. سوزي روبي بتقول البرازيل وفرنسا برضه. وشعبان منصور البنا بيقول البرازيل طبعا شباك نظيفه. علاء منصور بيقول فرنسا والبرازيل. علاء نصر فرنسا والبرازيل نفس التوقعات مينلي. هيثم ابراهيم البرازيل، علاء بنزو البرازيل، محمد خالد فرنسا والبرازيل، احمد الدولي البرازيل، سيد محمد البرازيل. واو انت متخيل الاجماع؟ طبعا امير العريان فرنسا والبرازيل، وايمن محمد قال اسبانيا واكتفى باسبانيا.
دي اول مره حد يقول اسبانيا. عمر طاهر فرنسا، احمد محمد برضو اسبانيا، مصطفى علي برازيل، ابو الدهب اسبانيا، اسلام عيد بيقول فرنسا. اوكي سيد امين برازيل حتى الان، صباحكم نور. وبيتكلم مصطفى شوشه برضو البرازيل، كويس جدا. مصطفى درش بيقول برازيل وفرنسا، ومحمد خليفه بيقول اقوى منتخب في كاس العالم بالترتيب كده عشان انا لسه صاحي وما فطرتش، ولا اسبانيا والله العظيم اسبانيا والبرازيل وفرنسا. اوكي دكتور ولاء برضو البرازيل، واحمد عمران انا شايف لغايه دلوقتي برازيل اسبانيا وفرنسا، بالتالي ما فيش حد طلع بره الثلاثه دول يا شباب. صحيح، ما ده اللي بقول لك، اكتر ثلاثه فعلا متكررين. مصطفى السيد صباح الخير على اجمل نواند وكريم، اقوى منتخب في بطوله كاس العالم حتى الان هو فرنسا، اسبانيا، البرازيل. واحمد عبد المجيد محمد بيقول افضل الفرق حتى الان هي فرنسا واسبانيا والبرازيل. ده بقى غامض جدا الاسم، هو يعني اسم فعلا غامض. اسبانيا وفرنسا. ولوير مصطفى علي بيقول كده الترتيب، برازيل فرنسا اسبانيا انجلترا البرتغال. انجلترا قبل البرتغال؟ لا انجلترا ازاي قبل البرتغال؟ ده توقع شويه مشكوك في امره. اسامه حسن صباح الخير على اجمل كريم والهواند، اجمل جمهور واجمل نادي في الكون، اجمل فريق هو البرازيل. طارق مصطفى بيقول البرازيل ثم فرنسا، اتمنى ان تحصل البرازيل على البطوله. كريم السيد عمار صباح الخير على افضل اعلاميين في مصر، البرازيل وفرنسا والبرتغال مع اسبانيا، دول اربع منتخبات اللي هيكونوا في المربع الذهبي ان شاء الله كاس العالم الى البرتغال. ومؤمن سمير بيقول البرازيل. طيب اخيرا يوسف كركر البرازيل. انعام راجح بتقول الثنائي نهاوند وكريم صباح الخير، يعني فرنسا واسبانيا. بص كده المتوقع بقى، يعني ما خرجتش بره البرازيل وفرنسا واسبانيا. في ناس ضمت شويه البرتغال، وفي ناس قالت او شخص قال انجلترا. لا انا استبعد انجلترا بصراحه، يعني انجلترا بهذا الاداء لا ليس الافضل تماما. هي كانت اول مباراه مع ايران كانت مباراه قويه، بس برضو ستيل مش هي دي اللي تحكم فيها لا على ايران ولا على انجلترا، يعني لان برضو ايران لعبت كويس بس انجلترا هي اللي فازت، يعني ما تقدرش برضو تحكم. بس بعد كده انجلترا لم توفق، وهي ما اعرفش برضو ترجع تاني تقول نقطه منتخب انجلترا. منتخب انجلترا من اقوى المفروض، او انجلترا من اقوى الدوريات، لكن تيجي كمنتخب لا. ده راجع على فكره لان معظم الفرق في انجلترا اصلا محترفين، يعني مش انجليز، فهي دي كل واحد منهم مع بلده، يعني مع منتخب بلاده. ومع هذا في نسخ سابقه كانت برضو لا، كان المنتخب الانجليزي برضو كان مره واحده. كريم انا اتذكر مره واحده. لا سيبك من الفوز، انا مش بتكلم على الفوز بالبونجيه، لا المنتخب الانجليزي طول عمره، عشان كده بقول لك انا مش عارف هو ايه اللي حصل الموسم ده. وعلى فكره الكلام ده مش بس ينطبق على المنتخب الانجليزي، فيه اكتر من منتخب اسماء رنانه، ما اعرفش، مش شايف المستوى زي زمان، ما اعرفش يعني ايه اللي حاصل. يعني انجلترا او المنتخب الانجليزي مش الموفق قوي في المونديال، لكن ربما على المستوى المحلي افضل بكتير. على كل حال الفقره دي خلصت. ايوه خلينا نروح بقى فاصل وهرجع. مين اللي هيرجع؟ انا المره كريم بقى اللي هيرجع مع حضراتكم والفقره الطبيه، وانا باذن الله اشوف حضراتكم بكره في حلقه جديده. يا اهلا بحضراتكم في فقرتنا الطبيه، تاني واخر فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. واعتقد ان اللي من حضراتكم بيتابعنا بيتابع برنامجنا بصفه مستمره اكيد واخد باله ان احنا يعني السمنه والسمنه المفرطه بصفه خاصه تكاد تكون هي العنصر الاكثر ثباتا في معظم الموضوعات اللي بنتكلم فيها والملفات اللي بنفتحها في فقرتنا الطبيه، نظرا لاهميه هذا الامر الحقيقه لانعكاساته السلبيه المتعدده على الجسم وعلى الصحه وعلى الحاله المزاجيه والنفسيه الى اخره. طبعا السمنه بينتج عنها كتير من الامور الغير مرغوب فيها والغير مستحبه. احنا النهارده هنقف عند تفصيله صغيره، بس هي صغيره بالنسبه للشخص اللي مش بيعاني منها، لكن البني ادم اللي بيعاني منها هي بالنسبه له تفصيله كبيره جدا معطله له حياته بالمعنى الحرفي. هنتكلم النهارده في الفقره دي عن تاثير او انعكاس السمنه على المفاصل، فكره الوزن لما يكون زايد ايه انعكاساته على المفاصل. ده الملف اللي هنفتحه مع دكتور باهر السعيد اللي منورني في حلقتنا النهارده. يا صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. طبعا من البديهيات فكرة إن الوزن لما يزيد عن الحد بطبيعة الحال بيشكل ضغط على الفقرات وعلى العمود الفقري وعلى المفاصل، فإلى أي درجة هذا الأمر هو أمر خطير؟ هو طبعا السمنة أو الوزن الزايد هي السبب الرئيسي في مشاكل المفاصل وخشونة المفاصل، خشونة الركبة بالذات. تآكل الغضاريف اللي هي المفروض اللي زي الوسادة
اللي المفروض المفصل بيتسند عليها او بيبقى المرونه بتاعه المفصل بتعتمد اعتماد رئيسي على الغضاريف اللي هي بتحمي المفاصل. لما بيحصل ضغط على الركبه، ضغط على المفصل بسبب ممارسه غلط، قعده غلط، رياضه غلط، او وزن زايد، ده بيسبب مع الوقت تاكل في الغضروف، تاكل في المفاصل. ده لازم يحصل يا دكتور، يعني بالضروره مع الوزن الزايد. طبعا طبعا طبعا. لذلك دايما قبل حتى ما الناس تعالج نفسها من خشونه المفاصل، دايما الاطباء بينصحوا الناس خس، انت علاجك انك تخس، لازم تخس. فطبعا زياده الوزن مش بتبقى خطر، انها بتعرضك اصلا لمرض زي مرض السكر، بتعرضك لحاجات كتير جدا، برضو بتعرضك لمشاكل المفاصل. دايما احنا محتاجين عشان نحمي ركبتنا ان احنا نقلل الضغط عليها. فطبيعي الحمل الزايد اكيد اكتر حاجه، او بديهيا هو اكتر حاجه هتاثر في الركبه. طيب في هذا الصدد بقى حضرتك تقترح ايه؟ احنا طبعا في الاول انك تعمل نظام غذائي وتحاول تخسس نفسك باي شكل. بعد كده برضو المفروض نعتمد على الناقص في الغذاء بتاعنا عشان يقوي المفاصل بتاعتنا، يقوي الركبه بتاعتنا. المعادن الهامه جدا لتقويه العظام وتقليل هشاشه المفاصل لازم نعتمد عليها. المعادن دي جزء كبير منها بنفقده في رحله فقداننا للوزن الزايد. ما هو موضوع الوزن الزايد اللي بيزود الوزن ايه؟ النشويات والسكريات والكربوهيدرات والحاجات دي. انما انت لما بتعتمد على حاجات صحيه او اكل صحي مش هيزود وزنك ولا حاجه. وفي نفس الوقت كمان لو اعتمدت على مكملات غذائيه، كالسيوم وفيتامين د، ده بالعكس، انت لو عندك نقص في فيتامين د الحرق بتاعك بيقل. طبيعي جدا الحرق بيقل جدا للناس اللي عندهم نقص في فيتامين د. فبالعكس المكملات الغذائيه دي بتزود الحرق بتاعك مش بتقلله. فالمفروض انك لو عندك مشكله في الوزن الزايد المفاصل لازم مبدئيا لازم نعتمد على نوع كالسيوم وفيتامين د مع طبعا التنظيم الغذائي. خلاص هننظم اكلنا ونعمل دايت جامد، ممكن ناخد اي حاجه تزود الحرق مفيش مشكله، بس في نفس الوقت نحافظ على عظامنا ازاي؟ ناخد نوع فيتامين د كويس، معظمنا ما بتعرضش للشمس بالشكل الكافي، مناعته حتى ضعيفه بسبب عدم التعرض للشمس. نقص فيتامين د مش بيضعف عظامك بس، لا كمان بيقلل مناعتك. مش الشمس في بلدنا الحقيقه، بس يعني كسل الناس، ما حدش بيطلع ما حدش بيطلع. حتى الستات لما بتخرج في الشمس بقى حاطه واقي شمس وبتاع، فالواقي الشمس نفسه بيحجب اشعه الشمس فبيحجب فيتامين د. فاحنا بننصح الناس انك اول حاجه لازم نعتمد على الحاجه اللي تقوي عظامنا، الكالسيوم فيتامين د. لو عندك بقى بدايه مشاكل في الركبه او بدايه طقطقه مفاصل والتزييقه بتاعه المفاصل، دي اشاره لان احنا عدينا مرحله البدايه. احنا في البدايه اهو، احنا في البدايه. فاحنا المفروض نبدا ناخد مكملات غذائيه تبني الكولاجين اللي هو بيحافظ على مرونه الركبه. فيه حاجات مصرية على فكرة كويسة وسعرها معقول، يعني كويس، مش شرط تاخد. لأن معظم الناس بتشتكي من ارتفاع أسعار المكملات المستوردة، وخاصة احنا دلوقتي أصلا يعني المفروض في وسط المعمعة بتاعت ارتفاع الدولار والكلام ده، المفروض نشجع حد المصري بتاعنا، نعتمد أكيد على المصري بتاعنا أكيد. لأن كفاءته هي نفس كفاءة المستورد، لأن من الآخر في الآخر المادة الفعالة أو المادة الخام هي كده كده بتستورد من بره، سواء المصري او المستورد، هو منبع واحد. إيه؟ يعني حتى لو خدنا في الاعتبار ان الماده المستخدمه، الماده الفعاله المستورده المستخدمه في المنتج ده ايا كان ايه هو، يعني في ناس بتقول لك لا بس الماده الفعاله بتاعت ادويتنا المصريه مش بنفس قوه وفعاليه الماده الفعاله بتاعت الادويه الثانيه اللي جايه من بره، او لو هي مستورده كماده فعاله مش بنستخدمها بنفس النسبه اللي المفروض نستخدمها. وعلى فكره الكلام ده حتى في مستحضرات تجميل بيتقال عليه نفس الكلام، في شامبوهات في بعض الاحيان بيتقال عليه نفس هي الكلام. هي عقده الخواجه بس هي اللي بتفرق، هي اللي في الكلام ده. انما احنا مثلا النهارده لو اتكلمنا على المنتج بتاع الجوينت بيكس اللي احنا بنرشحه للناس كوقايه من مشاكل الخشونه، وفي نفس الوقت للمساعده في علاج الخشونه، الجوينت بيكس تركيبته دي مش موجوده حتى في المستورد. يعني لو بصينا على الانواع المستورده اللي موجوده في السوق مش هتلاقي المكونات دي
موجودة في أي نوع مستورد. يعني الجوينت بيكس ده اللي بنستخدمه لزيادة مرونة الركبة، للوقاية من خشونة المفاصل لو أنت بداية خشونة عندك، أو لو بيساعد كمان في علاج الريدي لو عندك خشونة. الجوينت بيكس تركيبته الخماسية دي مش موجودة في حاجات مستوردة كتير. تخيل لما تلاقي منتج واحد فيه مسكنات طبيعية للألم، حاجة بديلة للمسكنات. الناس كلها بتقلق من المسكنات. احنا عندنا هنا مادة الجينجر اللي هي مستخلص الزنجبيل، لقوا انه من الحاجات المميزة جدا لتسكين الألم بس بشكل طبيعي، موجود في الجوينت بيكس. وكمان مادة البرومالين دي اللي مستخلصة دي من الألم، موجودة دايما وبتتذكر في حاجات حلوة كتير. طبعا طبعا، ده الزنجبيل او الجنزبيل كده بالتعبير الدارج. لا، فوائدها لا تعد ولا تحصى. والبرومالين برضو، البرومالين ده مستخلص منين؟ من الاناناس. البرومالين اللي موجود في الجوينت بيكس ميزته ايه بقى؟ انه بيقلل التورم. انت عارف لما حد درسه بيوجعه او بيورم بياخدوا برشام، انواع برشام في السوق بتقلل التورم. بس مواد كيميكالز في الاخر طبعا. لا، البرومالين ده بيشيل التورم ده بتاع الركبه بس بشكل طبيعي، موجود في الجوينت بيكس. فاحنا عندنا الجينجر مسكن طبيعي، البرومالين حاجه بتشيل الورم بشكل طبيعي او التورم بشكل طبيعي. في بقى ثلاث حاجات تانيين جمال جدا في الجوينت بيكس، الحاجات اللي هي بتبني الكولاجين. احنا عايزين كولاجين عشان الركبه يبقى طبعا فيها مرونه طبعا. الغضاريف اللي هي الوساده اللي بتخلي الركبه تبقى لينه معانا، دي بتبقى كولاجين. الكولاجين ده بيبنى بثلاث مكونات موجوده في الجوينت بيكس، اللي هي الجلوكوزامين والكوندروتين والهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد ده حتى الستات بيحبوه عشان البشره ومش عارف ايه وبتاع، هو برضو كويس جدا للمفاصل. الحقن اللي بتتحقن في الركبه بتبقى هيالورونيك اصلا، فهو اوريدي موجود الهيالورونيك. ومع هذا وفي عالم موازي، شوف حضرتك الاسماء المجعلصه اللي حضرتك تفضلت بيها دي، دي مكونات الكولاجين اللي هو مطلوب عشان النقطه اللي بنتكلم فيها. في ناس بقى تاني اللي هو ايه، الطب الشعبي بقى بتاعنا، المسميات دي بقى خدت شكل تاني، خدت شكل الكوارع تحديدا. بيقول لك الكوارع دي بتعمل شغل نار في مساله الركب. جميل جميل. احنا بقى الكوارع مفيده وكل حاجه، ما هي الكوندروتين والجلوكوزامين والحاجات دي هي بتيجي اصلا من المحار والحاجات اللي هي بتاعه الكوارع دي، بس معموله بشكل علمي في حبايه فيها الخلاصه اللي حضرتك تاخدها يعني في 10 كيلو. بقى ليها استخدامات طبيه تمام، بس هتاكل كام كيلو كوارع عشان توصل لحبايه واحده؟ طبعا. حبايه واحده هتديك المفيد ليك فيها الكورع كله بالظبط. الجوينت بيكس بناخد حبايتين بعد الغداء، دي جرعتها لو انت عندك بدايه او عايز حاجه لوقايه من الخشونه، وفي نفس الوقت بتساعد في علاج الخشونه. وبرضه بننصح بباقي الكورس اللي هو بتاع تقوية المفاصل. يعني احنا بننصح الناس دايما بنوع فيتامين د كويس، ففي عندنا الفيدي بيكس ده تركيز 2000 وحدة دولية. الناس دايما بتقلق من انها تاخد فيتامين د بدون تحليل. لو انت بتاخد فيتامين د بتركيزات عاليه، لا طبعا لازم تحليل، انما هنا 2000 وحده دوليه ممكن بيتراكم في الجسم بالظبط. احنا بناخد هنا فيتامين د بتركيز 2000 وحده، 2000 وحده ده مناسب اللي هو الاحتياج اليومي بتاعك خالص. فيتامين د مهم، مش مهم للعظام بس، ده مهم للعظام، مهم حتى لمكافحه الاكتئاب. عشان تحصل على نوم هادئ بتبقى محتاج فيتامين د. فيتامين د مهم جدا لمناعتك، هو فيتامين الحياه، كل حاجه في جسمك فيتامين د داخل فيها. ففيتامين د بناخد حبايه بعد العشاء، بناخد طبعا نوع كالسيوم. في معانا حاجه اسمها سي دي زد بيكس. سي دي زد بيكس ميزته حاجه، ان هو نوع الكالسيوم اللي جواه حاجه اسمها كالسيوم ستريت. كالسيوم ستريت ده مش بيسبب تقلصات، مش بيسبب امساك، مش بيسبب اضطرابات في المعده. فحبايه سي دي زد بيكس صباحا، والفيدي بيكس مساء بالليل قبل النوم، وحبايتين جوينت بيكس بعد الغداء لو انت عندك بدايه مشاكل في الخشونه. وبرده الكورس ده تكملته حاجه اسمها البي مالتي فيت، ده عباره عن فيتامين شامل للناس اللي هي بتدور على نوع فيتامين شامل بقى. واحده عندها شعرها في تساقط، الضوافر بتتكسر، مش عارف ايه، او واحد عايز ياخد فيتامين شامل كده للمناعه للكلام ده، بدل ما ياخد برضو الحاجات اللي هي الغاليه المبالغ في ثمنها. البي مالتي فيت، فكره الحاجات اللي احنا بنقولها دي حاجات كلها على قد الايد.
يعني حاجات بسيطه بالمقارنه بالاسعار اللي بنشوفها بالظبط. هو ده اهم حاجه. نفس الكفاءه ونفس الفاعليه بس بسعر هادي. طيب هل في اي موانع للاستخدام كل الاسماء المنتجات اللي حضرتك تفضلت بيها دي لو حد عنده مرض مزمن ما كوليسترول دايما ضغط احنا بنقول قلب سكر احنا الأقل. بنقول دايما لو اصحاب الامراض المزمنه لازم طبعا يستشير الطبيب بتاعه ده اكيد ده بديهي طبعا. لو حد عنده قرحه في المعده لازم برضه طبعا يستشير الطبيب بتاعه او لازم ياخد حاجه للمعده معاه. الحامل اي دواء بتحطه في بقها لازم باستشاره الطبيب طبعًا. بتاعها مفيش مشكله. لا لو ما عندكش مشكله خلاص مفيش مشاكل. بس هو بالنسبه لكبار السن بالنسبه للناس اللي الدنيا يعني عندهم ضغط بس الضغط مسيطر عليه مفيش مشكله ما عندهمش مشكله فيها كلها مكملات غذائيه مامونه. حتى لو الشاب بياخده عادي مفيش مشكله. للشباب او الكبار مفيش مشكله خالص. الاستمرار عليه للوقايه لمده 3 شهور مثلا برضو مفيش اي مشكله خالص. طيب دلوقتي فكرة ان واحد يكون وزنه تقيل يعني حد وزنه كبير رقم يخض وبالتالي ابتدت تظهر عليه علامات المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها والمفاصل والخشونة بطبيعة الحال وربنا كرمه وفتح عليه من وسع وعرف يخس ونزل في الوزن بشكل كبير جدا وبالتالي الضغط اللي كان حاصل على الركب قبل كده خلاص ما بقاش موجود تمام. بس هو كان ابتدى يعاني بالفعل قبل ما يفقد الوزن الزايد. هل المعاناة بتستمر لمجرد ان هي ابتدت وقت الوزن المبالغ فيه ولا بتنتهي بمجرد ان احنا بنشيل من على الركب الضغط؟ لا اكيد بتقل بشكل كبير جدا بس برضو بيحتاج المفقود بقى عنده يعني المفروض الوزن الزايد ده عمل زي خشونة أو التهاب في المفصل فمحتاج ياخد برضو كورسات زي اللي قلناها دي ترجع الدنيا زي ما كانت يبني الكولاجين من تاني بتاع ركبته من خلال الحاجات دي. وفي نفس الوقت كمان احنا بنتكلم على لو خس بالطريقة دي اكيد برضو بيبقى فيه فاقد فيتامينات وخاصة لو كان بيخس من غير ما ياخد مالتي فيتامينز فيستحسن ياخد مالتي فيتامينز كويس. كل الناس اللي ودي نصيحة عامة حضرتك ممكن تنصح بيها اي حد بالظبط بيبتدي رحلة انت اي حد بيخس بتلاقي وشه بيخس خالص يعني انت المفروض لو عايز تخس وانت بتعمل دايت شديد قوي خد نوع كولاجين. ايه المشكله؟ نوع مالتي فيتامين زي ال بي مالتي فيت اللي احنا اتكلمنا عنه ده مهم جدا انك تاخد حاجه فيتامين شامل زي ال بي مالتي فيت. مش هيزود وزنك ولا حاجه على فكره بس هيديك النقص اللي في الفيتامينات اللي ممكن تحرم نفسك منها في الدايت. وبرده نفس الكلام كبار السن بالذات او الناس اللي بعد انقطاع الطمس بالنسبه للسيدات مثلا لازم تاخد نوع كالسيوم كويس زي اللي احنا قلناه سي دي زد بيكس وبرضه نوع فيتامين د مهم. الحاجات دي اساسيه يعني انت لو مش بتعاني من اي مشاكل في الركبه خالص وعايز تاخد مالتي فيتامينز وكالسيوم وفيتامين د اللي احنا اتكلمنا عنهم دول هيبقوا مفيدين ليك حتى لو بتعمل دايت شديد او صارم بحيث انك حتى لما تخس ما يحصلش بقى تساقط شعر. معظم الناس لما بتخس جامد كده بالطريقه دي بتلاقي فيه تساقط في الشعر والشعر تحس انه خاسس كده وضعف. لا لازم بتحتاج حتى الناس اللي بتعمل عمليات اللي هي تحويل المسار والعمليات دي بتلاقيهم دايما الاطباء بيكتبوا لهم نوع مالتي فيتامينز شامل نوع كالسيوم نوع فيتامين د اساسي. عشان كده الناس اللي احنا اللي بتعمل العمليات دي بننصح بالحاجات دي معاهم ضروري جدا ياخدوا نوع الكالسيوم ده سي دي زد بيكس ياخدوا الفيدي بيكس ياخدوا كمان الالبي مالتي فيت. طيب كنا بنتكلم من شويه حضرتك ذكرت فيما تفضلت بيه يعني من ضمن الكلام اللي قلته على كبار السن. بمناسبه بقى الكلام عن الفئات العمريه بقينا برضو في الفتره الاخيره بنشوف كتير من الاطفال للاسف الشديد تلاقي طفل ما كملش 10 11 سنه وبيعاني من سمنه مفرطه فطبعا بكل انعكاساتها السلبيه عليه بقى صحيا ومزاجيا وتحويله الى يعني قبله للمتنمرين انجاز التعبير. هل الأطفال في أعمار معينة أو ابتداء من سن معين يقدروا يتعاملوا مع المنتجات اللي احنا بنتكلم عليها
ولا ده خاص بس بالكبار او البالغين يعني فوق 15 يعني 16 سنه مثلا، انما الاطفال يعني باشراف الطبيب برضو دايما احنا بنقول باشراف الطبيب، بس الـ يعني فوق 12 سنه لو خشونه جامده الاطباء برضو بيكتبوا الاقراص بتاعه الخشونه اللي هي الجوينت بيكس، مفيش مشكله يعني الطفل بس هو عنده 12 سنه وعنده خشونه في الركب. بس احنا بنقول للناس ما تسيبوش ولادكم لغايه ما نوصل للدرجه دي، يعني انت شايف ان ابنك السمنه زياده عنده لازم تتابع مع دكتور غدد، تشوف الغدد الدرقيه عامله ايه، تحليل الغدد يشوف السبب بتاع زياده الوزن ايه. فكره ان انت تسيب ابنك كده للجنك فود والحاجات اللي هي المضره دي غلط جدا، بالذات في المراحل السنيه المبكره في كتير من الاهالي، او على الاقل كان زمان في منهم كتير يقول لك ايه كل ما البيبي يكون مكلبز معناه ان صحته حلو. لا غلط طبعا، غلط يعني برضو غلط. موروث خاطئ تماما. لا موروث خاطئ، واحنا دلوقتي كمان المفروض يبقى عندنا ثقافة رياضية حتى، يعني المفروض نعلم ولادنا، وانا شايف ده في القاهرة عكس الاقاليم، ان هنا الناس بشوفها بتهتم ان تودي اولادها النادي، تشترك في جيم او اي لعبة، الكلام ده يمكن في الاقاليم اقل شوية، فاللي بيتابعنا من الاقاليم على الاقل ودي اولادك حتى لو مركز شباب في القرية بتاعتك. صحيح صحيح. احنا وقتنا للاسف الشديد يعني بيوشك على الانتهاء يا دوب، الحق اشكر حضرتك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده جزيل الشكر، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. الله يصلح حالك، شكرا جزيلا. بشكر حضرتك وبشكركم اكيد مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا، باذن الرحمن نلتقي بكره على خير في حلقه جديده و10 الصبح بالاهلي، الى اللقاء.